التجفيف عند الغرور مختلف للتجفيف، هي تجفيف الشمس لأنها بعرض النبات أو معرض المادة الغذائية للشمس المباشرة، عنده كثير من المساوئ اللي هو بيتعرض للتلوث والغبار وغيره. عندنا المجففات الشمسية، وفي طبعا دخلت اللي هي بتعمل مجففات بتعمل بطارة شمسية بحيث إنها تسحب لي كمية الموية الموجودة، وبالتالي بتجفف المنتج، بتحتاج لفترة زمنية أطول لكن هي مجدية اقتصاديا لأنه الطاقة فيها قليلة أو استخدام الطاقة قليل. عندنا التجفيف في الزر، ده عادة بيستخدموا باستخدام خيوط بنجفف في الزر لكثير من المحاصيل، بتحتفظ بلونها، بتحتفظ بالجودة بتاعتها، بتحتفظ بالقيمة الغذائية. وعندنا أخيرا التجفيف الصناعي أو المجففات الصناعية، هي بتعمل بطاقة تصميمات هي أوقات مع الديزل، هي جودة عالية، تجفف في أوقات عالية جدا، والمنتج بيحتفظ بنفس الكفاءة بتاعته. ده نموذج للمجفف الشمسي، هو زي البيت المحمي العادي لكن بيكون فيه عبارة عن رفوف أنا بحط فيها الأغذية، وبالتالي بيخلوها عملية تجفيف، بيكون المنتج بتاعي نظيف وخالي من الملوثات الخارجية. الفرض منهم اللي هي التدريب على عملية التجفيف، وفي مركز بحوث الأغذية، وكان الفرض منهم أيضا عمليات البحوث الموجودة بحيث إنه تضبط الحرارة المناسبة لكل منتج. ومثلا رابطة المرأة، وزارة الزراعة والغابات لتنمية المرأة ولزيادة الدخل بتاع المرأة في وزارة الزراعة والغابات الاتحادية. عندنا ده نموذج المجففات اللي هي في البساتين الاتحادية، ده كان التشكيل بتاعها منها. أنا بتكلم عن مشروع أقليم النظافة اللي هو بابس، هي بالي آدي بروجكت التزام باي تي تكنيشن تجنيف أو بالي تجنيف، اللي هو مشروع تعاون بين مكانة اليابان وجايفا ووزارة الزراعة والآبار وشركة تايتن سانجيو اليابانية اللي هي مصنعة المجففات. الهدف الرئيسي للشركة كان إنه زيادة دخل استثمار المزارعين والمنتجين والمزارعات بحدود الأسعار المحسوبة للقصب، إيجاد قيمة للمحاصيل من خلال عملية القصب واستخدام ماكينات تنتج يوميا، تعزيز القدرة الإنتاجية في ظل الفاقد، تعزيز استدامة المواد التقليدية. هدف المشروع ينعكس استخدام التقنية في الصناعات التقليدية، اللي هي تحسين العائد خلال استقرار الأسعار بتاعة البصل، زيادة الدخل بتاع المنتجين الخضر والفاكهة، وبرضه زيادة نشاطات المرأة الريفية، برضه إنتاج سلع ذات جودة عالية، إنشاء متخصص في التصنيع الزراعي والحصول على العائدات من خلال التصنيع. اللي هي ده نموذج للمجففات بتاعت الشركة، اللي هي فيها عدة أحجام مختلفة، بتختلف كل حجم بيختلف حسب التوسيع بتاعته. عندنا الأداء المجفف اللي هي أكبر وحدة، تو 4 غرف، كل غرفة بتحتوي على عدد من الصواني، كل صينية بتشيل عدد من المنتج. فيه أهم حاجة فيه منه لوحة تحكم بدرجة حرارة على عدد ساعات، اللي هي دي بتدير العملية بتاعة التجفيف. وعندنا فتحة التهوية بتختلف حسب مستوى الرطوبة الموجود في المادة الغذائية أو في المادة المراد التجفيف. كيف بنختار موقع التجفيف؟ لما نجي نختار أي موقع للتجفيف لازم يكون معزول من المناطق المحيطة به ومن التلوث، برضه أشعة الشمس تصل له بطريقة محددة. حتى لو أنا بستخدم المجففات الكهربائية لازم وجود الشمس، لأن الرطوبة بتاعت الجو بتأثر على التجفيف، برضه يكون قريب من مناطق الإنتاج بحيث إن الطرحين ما يكون عندي تكاليف عالية، توفر العمالة، وقريب من مراكز التعب والتخطيط، وأيضا توفر مصادر الكهرباء والمياه. مراحل التجفيف اللي هي من اختيار الفاكهة أو الخضار المحدد للتجفيف،
بيتم عملية الغسيل الأولي، بعد ذلك بيتم عملية التقطيع، بعد ذلك بيتم عملية التجفيف ومعالجاتها بعد التجفيف، بعد ذلك التعبئة، وبعد ذلك التخزين. عندنا البصل من أهم المحاصيل اللي إحنا تم تجفيفها بكميات كبيرة، اللي هي تقليل عملية التنظيف تكون يدوية بواسطة العمالة، بعد ذلك بيتم التقطيع بواسطة ماكينات كهربائية، وبيتم عملية التجفيف. وهنا عندنا ده المنتج النهائي، سواء كان خام أو سواء كان يتحول لباودر، بنستخدم فيه درجة حرارة زي 60 درجة مئوية لمدة 15 ساعة، بيكون أنا أنتجت البصل تماما. ده نموذج الطماطم اللي هي المحصول بيتم غسله تقطيعه وبعدين عملية التجفيف، ده المنتج النهائي. درجة الحرارة بالنسبة للطماطم 55 لمدة 15 ساعة. البامية من أهم المحاصيل اللي إحنا جبتها بكميات كبيرة، اللي هي بيتم غسلها وتنظيفها وتقطيعها وبعدها تجفيفها. وعندنا برضو البامية فينجرز برضو يعني الفينجر الصغيرة برضو بيتم تجفيفها كاملة في درجة حرارة 55 لمدة 17 ساعة. ده المنتج النهائي اللي هو عبارة عن خام أو تتحول لبودر. عندنا التوب من المنتجات اللي بيتم تجفيفها، بيخش في صناعات كثير من الصناعات الغذائية، بيتم التنظيف يدويا وعملية التقطيع وبعد ذلك عملية السحر. الثوم عادة بيحتاج درجة حرارة عالية جدا زي 65 لمدة 17 ساعة. عندنا الشطة، فعندنا كثير من المزارعين بيحتاجوا كميات كبيرة من الشطة، فبيكون عندهم لهم عارفين يجففوها عشان يقللوا الفاتح من الهدم بتاعه. فبيتم تجفيفها إما بالتقطيع أو تجفيفها كاملة سواء كانت خضراء أو حمراء. في نهاية التجفيف تدي نفس الكواليتي من اللون ومن الجودة ومن القيمة الغذائية. الفلفلية والبابريكا اللي هي إحنا بنستورد منها كميات كبيرة، ودي تم تجفيفها. إنه واحد من المزارعين كان عنده كميات كبيرة منها وكان أسعار انخفضت في السوق، فتم تجفيفها وسحنها وبيعها بعد ذلك. عندنا الملوخية برضو كانت عندنا كميات كبيرة منها، واحد من المزارعين برضو كان زرعها حصلت مشكلة في التصوير، فلجأ للتجفيف على أساس إنه يضيف إضافة قيمة للتجفيف وبالتالي الحفاظ على المنتج. فكانت التجربة بتاعت التجفيف إما إحنا جففناها بعد اللي عملية التوليد أو عملية طلع الأوراق، أو تم تجفيفها بالسيقان. وفي كل الحالات يتم تجفيفها يعني بجودة عالية، وفيما بعد بيتم سحنها في شكل باودر ويمكن استخدامها. عندنا الجرح، الجرح كمان بتستخدم في الصناعات الغذائية زي صناعات العصائر. فكان كثير من الشركات اللي هي الشركات الغذائية بتيجي تجفف الجرح على أساس يتم سحنه، وبالتالي بتستخدم في باودر في حالة صناعة العصائر المحلية. عندنا الجزر برضه تم تجفيفه، برضه خش علينا كمضافات للمواد الغذائية. عندنا البطاطس برضه يتم تجفيفه، في بعض المحاصيل زي البطاطس لأنه بيتعمل بالأكسدة فبيحتاج لعملية بتاع إضافة ملح حتى لا تتم الأكسدة أو ملح الليمون، وبالتالي يتم سحنه. وكانت الغرض من استخدام البطاطس في التجفيف إنه إدخال البطاطس في مشاريع القيمة للناس اللي عندهم حساسية الجلوتين للقمح، فكان بيخش في التدريب بتاع حساسية الجلوتين وكان عنده فعالية عالية، فتعاونا مع دكتور عبد الله في الشغل ده. عندنا الباذنجان برضه تم تجفيفه، في بعض المحاصيل اللي احنا بتتجفف لقرب الصناعات الغذائية في بعضها بيكون الناس عايزين يشاركوا فيه في بعض المعارض. برضه الباذنجان من المحاصيل اللي بتحتاج لمعالجة قبل عملية التجفيف، اللي هي برضه قمح الملح. عندنا الموز برضه من المحاصيل اللي تم تجفيفها، وكان بيستخدم كشيبس بالنسبة للأطفال في المدارس، كانت إحدى يعني التجارب الرائدة اللي هي تم تجفيف الموز بإضافة برضه ملح الليمون وبإضافة القرفة وبإضافة العسل بحيث إنه ما يتأكسد منها، وبالتالي برضه كان بيستخدم كمادة غذائية في سناكس والوجبات بالنسبة للمدارس حتى إنه الأطفال ما ياكلوا الحاجات الصناعية والحاجات الطبيعية. عندنا المانجو ومتم تجفيفه، هي دي العمليات المختلفة لعمليات التجفيف، وكانت بتصنع منه باودر
ممكن تسخن في العصير كطعم الطبيعي يعني. عندنا الجوافة برضو عصير الفاكهة، عندنا الليمون اللي هي سواء كان الأخضر أو الأصفر، واللي هي كثير تشويقه وتصديره لخارج السودان بكميات كبيرة. بس الملاحظ في الليمون واسطة تشويق واسطة بالفترة الكهربائية بياخد 48 ساعة، فإحنا كنا بننصح الناس إنهم يجففوا بواسطة الاحتفال الشمسي أو بواسطة الشمس المباشرة. عندنا كانت تجربة في البساتين اللي هي إحنا عملنا منها شاي سميناه ليمون البستان، اللي هو عبارة عن شاي من الليمون ومن الجنزبيل أو إضافة النعناع، وكان من أول حاجة بيساعد على تهيئة المعدة، بيساعد في عملية الروتين، وكانت منتج يعني بعض السوق على أساس إنه يسمى ليمون البستان. عندنا البرتقال، دي كانت تجربة عملناها لشركة دال الغذائية، بحيث إنه كان عندهم فكرة إنه يدخلوا يعني أصناف كثيرة أو حاجات تكون مختلفة لرمضان، اللي هي تشوف البرتقال، بس فقط في تشوف البرتقال إحنا بنضيف كمية بسيطة من السكر عشان نزيد عندنا برضه بنستفيد من حتى القشور بتاعت البرتقال والليمون، بيتم تجفيفها سخنة بتتحول لمنتجات بتستخدم في مصفرات التجميل. عندنا دي منتجات أو من أخرى اللي هي عندنا زي التفاح، كان في بعض الناس عايزين يجففوا لواحد من المعارض. عندنا الكوسة برضه تم تجفيفها، عندنا السمك أو اللي احنا بنقوله الكتير اللي هي بتشوفه بسرعة بياخد لنا 5 ساعات، وعندنا في الأخير ده اللي هي من عمليات من عملية عملية بتاعة التشويف، بحيث إنه ننتج منه زي اللي هي احنا بنقول التمارين اللي هو زي الجمالتين وكده، فكانت برضه احنا نتائج ناجحة، وبرضه عتبنا المانجا اللي هي بنقول عليهم مانجوزين. من أهم الأهداف بتاعت المشروع إنه لازم تكون جمعيات، فتم تكوين عدد من الجمعيات، الجمعيات من ذات بحوث صغرى، وجمعيات من ذات بحوث صغرى، وفي جمعية كانت من الطلبة يسمح لابنهم، في جمعية في نهضة اللي اسمها جوز الحلب، وفي جمعية نساء سوما، كل الجمعيات دي تكونت خلال المشروع، وكان لها هدف إنه تنتج كثير من المنتجات وتبيع في السوق، وبالتالي يكون في عائد مادي، لأن أساس فيها المشروع كان في منطقة زراعية. التدريب بالنسبة للجمعيات كان دخل بكل صعوبة 75، وملاك الأراضي كان 25، على الدين كان 75، نساء صعوبة 50، المهندسين الزراعيين 250، وطلاب الجامعات 250، والعمال اللي شغلوا خلال فترة المشروع هي 500 عامل تم تدريبهم. هذا جانب من التدريب اللي هو بنلاحظ انه التدريب كله بيشارك فيه النساء او الرجال، بحيث العمل وغيره، حتى يعني ما في اي جندر في الشغل التدريب، فالرجال بيتم شغله جنب الى جنب. ده اللي قامت جمعية حلبية اللي هي هم جو الفكرة بتاع التدريب من المنظمة العربية، لكن بعد عملية التدريب كون الجمعية، وبعد ذلك شال تمويل من البنك وشغل في شقة التكييف. دي رسالة صعبة. عندنا المنتجات بتاعة التجفيف اللي هي وصلت للأسواق. دي كل المنتجات دي موجودة في الأسواق، موجودة في السوبر ماركت، وهي منتجات طالعة من المجففات، سواء كانت سماء أو فؤاد أو غيرها من المنتجات. فكثير من الشركات كانت بتجفف، كانت بتعمل قيمة مضافة بعد ذلك بتابع، وبالتالي بتكون المنتجات كلها موجودة في السوق. عندنا نشوف الآثار الاقتصادية للمشروع، اللي هي في منطقة صوبة عدد المستفيدين من المشروع كان 2000 مزارع في كافة المحاصيل، وكانت الاستفادة بالنسبة لهم كل منتجاتهم اللي كانت ما بيلقوا لها سوق بتجي تجفف، وبالتالي التجفيف فيهم قيمة نقدية عالية جدا. فإذا كان على أي منتج التشفير بربح 50% كامل أو أكثر منها ربحية يعني. في منتجية الشوكة الباكستانية في ولاية الجزيرة، اللي هي كانت إحدى المزارعين، كان جات شركة وزعت بذور أو شتلات بتاع الشوكة، لكن للأسف الشوكة الباكستانية في السوق السوداني ما عندها محل، فتم تشفير حوالي 10 طن من الشوكة
وكان القيمه فعلا زادت بتاعتها. عندنا شركات محليه عملت مجال الاغذيه حوالي 50 شركه كانت بتجفف وبتبيع في السوق المحلي والسوق العالمي، وكان بالنسبه لبعض البيوت اللي هم ديال اصلا بيجففوا في مواسم رمضان وغيرها. المرأة المنتجة كل اللي يسعى المنتجات أو اللي بيبيعوا في الأسواق أو اللي بيبيعوا والجمعيات، في كثير من المستشفيين كانوا بيجوا وبيجففوا وبيعملوا دعاية الشركات، بس في النهاية عملنا دليل التجفيف لأنه كل منتج عنده درجة حرارة معينة، عنده درجة رطوبة معينة وغيرها. المعارض اللي هي معرض الخطوط الدولي ومهرجان التوابل ومعارض الصناعات الغذائية، سواء كانت المشروع أو الشركات اللي اتفقت عبر المشروع. الآثار الاجتماعية على المشروع اللي هي منطقة صوبة، معروف إنها هي منطقة وسط مناطق كثيرة جدا من السكان، فكانت المرأة هي العمالة الأساسية في المشروع، فكان عدد 500 عامل هو عبارة عن دخل بالنسبة لهم ثابت من عمليات التجفيف، وبالتالي يعني فتح لهم آفاق في تعليم أولادهم وغيره وغيره. ربات البيت حول المشروع برضه كانت بتستلزم منه. البقايا اللي هي ماشية في المشروع اللي هي كانت بقايا العمليات بتاعت البيلينج أو البيلينج بتاع المحاصيل، إحنا كنا كلها بنديها للماشية في المشروع. أيضا عمال النقل والترحيل بتاع المنتجات سواء كان من المزارع وغيرها كلهم استفادوا من المشروع. في الأخير أنا مهتمة بكل النساء المسافرات في تنفيذ مجتمعاتنا، مهتمة برمز القوة والكرم هي مارس الموضوع العالمي لعيد الأم. شكرا جزيلا. شكرا بشمهندس عائشة على السرد الجميل وعلى المعلومات الكبيرة اللي تلقيناها من خلال ورقتك. الورقة الثانية دكتورة منار خضر محمد عثمان، جامعة دبي، كلية الاقتصاد، دكتوراه جامعة الخرطوم عن الاستثمار الأجنبي في السودان، اللي هي حتقدم ورقة بعنوان الاختبارات البيئية في التعبئة والتغليف في القطاع الصناعي، ماسكة نموذج أو تجربة شركة ثمن المنتجات الغذائية في السودان. تفضل يا دكتورة، عندك ربع ساعة. الله تعالى وبركاته، مساء الخير. شكرا للحضور. أنا هتكلم عن التعبئة والتغليف في المنتجات الغذائية الزراعية تحديدا اللي هي احنا بنشتغل فيها المتوسطة. طيب هنتكلم عن التعبئة والتغليف الأول. أوري الناس الفرق بين التعبئة والتغليف، لأن الناس طوال يعني هم مقتنعين ببعض المصطلحين التعبئة والتغليف. في فرق بين كلمة التعبئة والتغليف. والحاجة قبل كده أوريكم المحاور اللي إحنا هنتكلم عنها. الأول هتكلم مقدمة عامة، بعد ذلك عن مفهوم التعبئة والتغليف وأهميته ومواد التغليف وأثرها على البيئة، بعدين استدامة تغليف المواد الغذائية، وأخيرا هتكلم عن الاعتبارات البيئية في التعبئة والتغليف. تمام. طيب بشكل عام التعبئة والتغليف عندها فائدات كثيرة بتعمل المنتج، أهمها إن هي يعني بتحسن شكل المنتج. إحنا بنتكلم على المنتجات السودانية، كلنا عارفين إنه المنتج السوداني من أجود أنواع المنتجات حول العالم، خصوصاً لما نتكلم عن المنتجات الغذائية، لأنه إحنا يمكن الإنتاج بتاعنا شبه عضوي. المنتج الزراعي السوداني ممتاز،
نكهة طعم رائحة، يعني ما في مقارنة بينهم في المنتجات حول العالم. كل المشكلة قاعد تواجه المنتج السوداني عشان يتسوق هي أو يمشي للصادر هي الشكل بتاعه أو الباهي بتاعه، بالإضافة لطريقة التوظيف والتنظيف بتاع المنتج، يعني عرضه بشكل جذاب وعرضه بشكل جميل عشان هو يبتدي كل الأسواق العالمية. العالم كله فيها متطور وفيها يعني ماشي في المسائل بتاعت التعبئة والتوليد. الحاجة المزعجة في موضوع التعبئة والتوليد إنه كثير من المواد اللي بتستخدم في التعبئة والتوليد هي مواد ضارة بصحة الإنسان، ضارة بالبيئة، عندها مشاكل كثيرة جدا جدا. احنا بنتكلم عن المحاور بتاعت منظومة ذات بتاعت التعبئة والتغيير وأثرها ودورها على البيئة. زي ما قلت في الأول هنتكلم ده نموذج، أول حاجة قبل ما نتكلم في المفهوم ده نموذج لمكنة بتاعت التعبئة والتغيير. احنا لما نيجي نعدل نظرية المنتج عشان نتماشى مع كل، يعني زمان كانت الطريقة البدائية إنه احنا بنشيل الحاجات بإيدينا وبنعبيها في الأكياس أو بنعرضها في الأسواق بطريقة عادية، كان هي قاعدة في الأسواق ببساطة بأواني، الأواني ذاتها بتكون صالحة للاستخدام ولا ما صالحة للاستخدام، ونحن متعودين بنمشي وبنشتري أي منتج بأي طريقة، البهارات، المنتجات الغازية، البخوريات، كل الحاجات اللي احنا بنستعملها بتيجي من المزارعين في الجوالات بتاع كاش او بلاستيك بتتكتب في هذه الاسواق والناس بتشتريها بالشكل ده. حاولنا نطور الحاجه دي ونعبي المنتج بشكل يعني جميل ومرتب، سواء كان للاستخدام الداخلي او المحلي او للرد الصادر. عشان نعمل العمليه دي بنحاول بقدر الامكان نبعد من مساله استخدام الايدي ويعني التعبئه بطريقه عشوائيه، وفي نفس بنستخدم مكن. المكن ده كل مكنة المفروض عشان تشتغل عليها يكون في طريقة معينة أو في نوع معين من الباقي تستعمله مع المكنة المحددة دي. طيب إحنا زي ما قلنا في الأول هنقوم نفرق بين المفهومين، هم المفهومين الاثنين بيعنوا لنا في النهاية إنه كيف أنا أوظف المنتج بتاعي ده وأخليه في شكل جميل وأخليه في شكل جاهز. التعبئة هي إنه أنا أخلي المنتج يعني ممكن أوديه حاجة تسهل النقل، التعبئة دي ما بتسهل النقل للمنتج، يعني تفرق في باهي سواء كان كرتونة أو سواء كان شريط أو أي حاجة مع بعض. أما التغليف وهو بيتعامل المنتج نفسه، يعني المادة ذاتها نفسها أنا بغلفها، سواء كان بكرتون سواء كان ببلاستيك سواء كان بزجاج. في أنواع كثيرة جدا جدا من زي دي مثلا، في أنواع مختلفة من الباكين، في جزء بالبلاستيك، جزء بقوم بالسلفان، جزء بالورق، كل الحاجات اللي احنا بنستخدمها على المدى البعيد هي عندها مضار كبيرة جدا جدا على الإنسان والحيوان والأرض نفسها، لأنه في حاجات ما بتتحلل، في حاجات بتوسخ المدن. وأتذكر كان في تجربة، عملتها ولاية القضاء إنه منعت استخدام الأكياس في الولاية كلها، قفلوا الولاية لأنه الأكياس بتضر، يعني بتضر بالحيوان وبتضر بالأرض على المدى البعيد، ما بتتحلل مئات السنين البلاستيك ما بتتحلل. فنحن فينا في معضل كله كيف نحل المشكلة. نحن دي الحاجات ممكن نستخدم الورق، ممكن نستخدم الزجاج، ممكن نستخدم البلاستيك، وممكن نستخدم الألومنيوم أو الخشب.
لكن الشريعة بتودينا بتشوف إنه أغلب المواد دي إحنا ما قاعدين نلاقيها في السودان، وبالتالي بيكون الكورس بتاعها عالي، يعني زي المواد السيفي زي الزجاج بيكون التكلفة بتاعته عالية، الخشب تكلفته عالية وأنا بستعمله عشان أعدي فيه. يبقى عندي الحاجات الرخيصة اللي أنا ممكن أستخدمها مضرة بالبيئة، اللي هي زي البلاستيك وزي بعض الأنواع بتاعت إيه ما إحنا مشكلتنا شو؟ إنه لما نجيب مكنة زي دي، المكنة دي لازم تتعبي فيها حاجة جاهزة، رول، سلفان، بلاستيك كده. فالناس بدأت تحاول تحل المشكلة دي. ده مثلا نموذج إن إحنا العبوات الأولى اللي كنا بنستخدمها في مصر عندنا، إحنا بنعبي في طاقة بلاستيكية. وبالرغم من إن الباقة هي مطابقة للمواصفات العالمية، هو بلاستيك آمن لاستخدام البشري، وكل المراعين فيه وكل الحاجات بتاعت صحة الإنسان، لكن بنيجي نرجع نقول إنه في النهاية هو بيكون مضر على البيئة. يعني إحنا قدرنا نحل المشكلة دي فيها، إنه نجيب بلاستيك ما ريسايكل بيور وما مضر بالصحة، ما بيأثر بدرجات الرطوبة والحرارة وكده، لكن في النهاية لما تيجي ما بيتم تدميره مثلا، ما بيتحلل. فده بدو الناس يحاولوا يشوفوا حاجات جديدة. الكعكة ذاتها بتختلف من مادة لمادة، يعني كان بيتعامل مع منتجات سودانية كثيرة، المنتجات الغذائية المختلفة السائلة منها مثلا السوائل دي بتتعبى في الحاجات زي الحاجات، في حاجات جافة يعني ما مسكونة زي البهارات اللي بتكون مسكونة وصحية وكده، في الضرر أقل. الفواكه والخضروات بنعبيها في الكرتون، كله مادة حسب طبيعتها هي اللي بتفرض عليها الشكل بتاع الباقي اللي أنت بتستعمله. طيب قلنا إنه المشكلة دي بالرغم إنها واجهتنا إنه في مشكلة بيئية، لكن إحنا لم نقدر نبيع منتج في السوق المحلي بدون ما نعبيه غلط، ولم نقدر نصدر منتج من غير ما نعبيه غلط بشكل جاهز بكثير. وحتى لو نقدر نتعالج عشان تتعالج في السوق مؤسسة تعمل باكينج، لازم تهتم بالأمان الشكل وأنا مصدر المنتج بتاعك والبرنتنج الكويس، وحتى إنه هو نفسه العبوة بتستعمل كنوع من الدعاية. يعني الشركات بتتنافس، كل شركة عندها هي منتجها أجمل وعروضها أجمل والأدوار أسهل وكده عشان تعرف تفرق من الشركات الثانية، وده بيؤدي لأنه أحيانا ما تراعي المتطلبات الأساسية مثلا التابعة الوطنية. فبرضه الناس يفتشوا عن الحلول في الموضوع ده، كيف أنا أعمل الشكل الجميل وأعمل السعر الرخيص وأعمل الحاجة اللي ما تضر البيئة، الحاجة اللي يعارض الفكرة زي ما قلنا لما الطفل يفتش الطفل يفتش على حاجة ممكن يرجع يعيده تدميرها ثاني، فبدوا يستخدموا الحاجات القابلة للتدمير أو قابلة لإعادة الاستخدام زي بعض الورقيات المصنوعة من الأقشة، يعني رجعوا للنبات نفسه، بدوا يستخلصوا من الأقشة بتاعت النباتات منتج حيوي يعاد تدميره، ولما يعاد تدميره ممكن يستخدم. في بعض التجارب استخدموه ثاني، وفي بعض التجارب أعادوا تدميره واستخدموه كأسمدة، لأنه هو أصلا الأساس بتاعه. فده قلل لحد كبير جدا من الخطورة بتاعة الاستخدام بتاع البلاستيك. يمكن البلاستيك بالنسبة لنا لأنه استخدمناه كثير. طيب زي ما قلت لكم بدنا نحاول نشوف حاجة تعد كبيرة. اعتذرت من المفوضية بعد الاتحاد الأوروبي هدف في 2025 يكون من المواد البلاستيكية كلها المستعملة، هي
ايوه كلها تقوم بوعاء تدريبه، وكلها تتكلم عن نفس الجديده الاقتصاد اللي انت تقول الاقتصاد الدائري، انت بتشيل حاجه بتستعملها بتدورها تستفيد منها خدمات، ما تستفيد منها خدمات تستفيد منها قربوه جديده. طيب بعد ذلك بيجي كيف انه خلاص لقينا طريقه انه نحن نستعمل الاشياء ونعمل منتج ممكن نحن ندوره ثاني، كيف نحن نحافظ على استخدام المساله دي عشان نقلل من انبعاثات الغازات اللي بتعمل لنا مشاكل، وما نرجع يعني ما نرجع نستخدم نفس الحاجه مره ثانيه، فركزوا على البعد البيئي ده عشان يقللوا من الانبعاث بتاع الغازات. يعني قالوا المفروض انه التأثير بتاع الانبعاثات الصادرة من المواد التعبئة والتغليف دي في سنة 25 تكون على الأقل بنسبة 29% تقليل التأثير على البيئة. كويس، و قاموا بدوا يطوروا منتجات بتاع التعبئة والتغليف وماشي للمسألة دي، هي لسه نحن لحد الآن ما وصلنا أو ما قدرنا نستخدم نفس المنتجات دي، لكن نحن برضه بنطمح لحد 2030 على الأقل ما يكون عندنا في السودان بنستخدم أي منتج، أي منتج بتاع بلاستيك ما قابل للتغيير، ونحاول بقدر الإمكان نغير المنتجات دي المنتجات طيب البلاستيك نفسه بدأوا يشوفوا إنه يعملوا بلاستيك حيوي أو بايو، سموه البولي بلاستيك، ده بيوفر لي نفس النوع اللي أنا بطلعه من الأغذية، هو قابل للتدوير لكن بعد ما يتدور ما بستخدمه المواد الغذائية، يعني أنا بعمل بستخدمه مرة واحدة وبعدها بدور بستخدمه في حاجات ثانية. فكانوا بيعملوا شغل يجيبوا مثلا البلاستيك مرة واحدة يقوموا يدوروا يعملوه كراسي يعملوه قصايص، يعني ما بترجع انت تستخدم المواد الغذائية نفسها لكن تستفيد منه بحيث انه ما بعد ما يبدا كراسي ثاني حيلاقينا برضه في نفس المشكلة، انه برضه هو حيتكسر وحيرجعه وحيأثر على البيئة، فعشان كده استهدفوا مسألتين يبقوا عليهم خالص النوع ده ما يستخدم لحد 2030 يقلل استخدامه تماما، واستبدلوه زي ما قلنا انه بالاغشيه الكتله الحيويه اللي هي من الذره والنشا وكده، كل هذه مواد ممكن احنا بعد ما نستخدمها في عمليات التعبئه والتغليف بعد ذلك هي بتبدا اسئله حيويه وبترجع ثاني لدوره الحياه. كويس، بعيدا عن تأثير الغازات دي كانت على البيئة، برضه هتستهدف المواد الطبيعية لأنه نحن بنستهدف كمية من المواد دي. كويس، وبعد ذلك ممكن تتعرض للسمنية، تعمل لنا سمنية في استخدامها. طيب معناته نحن المواد الحيوية ما بنقدر برضه نستخدمها إلا تعالج معالجات في الفترة دي هتكون باظة علينا، فهنلجأ لاستخدام الورق زي ما قلت لكم إعادة تدوير البلاستيك يمكن أنا اتكلمت عنه قبل شوية وهنرجع نتكلم عنه ثاني، إحنا بنرجع نشوف تجارب بتاع حتتين يعني استخدموا التغليف البايونة. كويس، دي اللي هي البي اتش اي والبي ال اي واللي هي البايو بي تي، والبايو بي تي دي كلها بدائل المواد البلاستيكيه ذات الاساس النفطي اللي قلنا احنا هنبدلها بالبوليمرات الحيويه زي السكريات والبروتينات وكده، ودي اختاروها اللي هي بدلا عن الجيل الاول اللي هو فيه الذره والنشا لان ما عندها الانبعاثات اللي احنا اتكلمنا عنها وقلنا ان هي برضها بتضر بالبيئه. طيب
بيكون عندنا احنا عشان نوصل لموضوع الاستدامه في التغيير ده، انه لازم الماده اللي نستعملها ذاتها يعني تحتوي على المواد اللي تقلل العوائق اللي تعزز لنا مده الصلاحيه بتاعت الطعام، تكون قابله للتدوير، تكون كفاءتها اعلى من الجيل الاول اللي حاولوا ينتجوه، عشان ما تتعارض مع الحاجه، يعني الماده اللي انا بغني فيها ما تتعارض مع الحاجه اللي انا معبيها فيها او تتفاعل معاها. كويس ان احنا نتجنب المواد الكيميائيه الضاره، وبالتالي احنا هنقلل التاثير على البيئه. اذا احنا بعد ما نصمم عبوات المواد الغذائيه المستدامه دي، لازم نعالج كثير من المعايير اللي احنا كنا استخدمناها قبل كده، و لانه حسي العالم كله متجه، احنا ذاتنا حسي فينا بيكسب، وده الشعار الاساسي انه احنا كيف نقدر نحافظ على البيئه وعلى الاستدامه وكده. فنحن المفروض كل الأنشطة الحياتية نبدأ نحاول نجيبها للمسألة دي. شركات الطباعة والتغليف يمكن بتلعب دور كبير في الموضوع ده، لأنه هي الوسيلة الوحيدة أو الوسيلة الأكثر للدعاية ولتحقيق الاقتصاد للعبوات، فلازم هي تلجأ لنا لأنها تعمل لنا التغليف اللي احنا عايزينه أو بنسميه التغليف المستمر. في شركات بدأت نبتدئ حلول، نحن مثلا نظام هنقوم نتعرف عليها بسرعة شوي. طيب التغليف المستدام عنده خصائص، هي لازم نبتدئ بالقواعد بتاعت السوق وشروطه، لازم يكون كفاءة كويسة، لازم يكون سعره معقول، لأنه زي ما قلت لكم في بداية الكلام نحن مشكلتنا السعر، لأنه نحن بنلقى هذا يكون سعرها فيها الرجالة لكن يكون سعرها عالي، بحيث إنه نحن ما بنقدر يعني نستهلك إياه. نستخدم المواد المجددة أو التي يعاد تدويرها. نستخدم المواد التي بشكل نظيف وبأساليب عمل أنظف، عشان ما تضر بالحاجة المعبأة فيها، وإنها ما تكون بتضر بصحة الإنسان، وإنها تكون ممكن توفر الطاقة ويعاد تدويرها. كويس، زي ما قلت لكم انه احنا بنستخدم في التغليف المستدام الاغشيه لتغليف الاطعمه والمشروبات والمستحضرات تحت التجميل والادويه الحديثه، بتستخدم مباشره مع الانسان سواء كان مع جسم الانسان او سواء كان في التناوله، ودي يعني لحد كبير بتحاول تحافظ لنا على البيئه. طيب انا قلت لكم انه فيها منتجين اللي هم شركه كنديه اسمها لوب. الشركه دي يعني اختبرت الطريقة، استعملت المفايات بتاعت البلاستيك اللي في ده، وحصلت على بلاستيك عالي النقاء وممكن تدويره وما بيستهلك الطاقة، وفي النهاية هي سموا المادة ذات اسم الشركة اللي هو لوب بي تي دي، ودي مادة بيعادل تدويرها بنسبة 100%، وهسي هم بدوا تقريبا تسويقه لتغليف المنتجات الغذائيه، هم بدوا لو لاحظتوا هنا النفايات كيف تجمع بهذه الطريقه، وفي النهايه تتصنع بطريقه صحيه ما بتضر بصحه الانسان، يقدروا يستهلكوها في حاجات كثيره. وبرضه في شركه برضه من الشركات الكبيره اللي هي ستاربكس، اللي هي بتكونوا كلكم بتشوفوها، برضه من الشركات اللي هي يعني عملت لنفسها منتجات قابلة للتدوير، منتجات حيوية بتعبي الستاربكس بتعبي في الكوب اللي شايفينه، هو ده التعبئة بتاعتهم دي كلها بيعاد تدويرها وبيستخدموها تاني، يعني ستاربكس بيستخدم نفس المنتجات بتاعته مرة تانية، بده يطوروا طريقة ما تأثر سلبا على البيئة. في النهاية كل الناس اللي في القطاع الزراعي أو في القطاع الصناعي، الهدف الأساسي بتاعه منهم يقدموا خدمة كويسة، يقدموا منتج كويس، يقدموا منتج ممتاز. المنتج عشان يكون ممتاز يكون له معايير كثيرة جدا جدا، وبيكون في صعوبة كبيرة على المؤسسات اللي بتعمل في النشاط الغذائي زينا نحن كمصانع، يعني عشان نقوم نجمع الحاجات دي كلها يمكن نحن نكون بعيدين شوية، لأنه نحن نقدر نوفر كل المعايير اللازمة عشان نعبي ونغلي في الحاجات بشكل يكون صحي، يكون ممتاز، يكون مقبول، ويكون بيعمل لنا دعايه، لكن احنا بنجتهد
وإن شاء الله يعني في يوم من الأيام هنبدأ في السودان نعمل كل الحاجات دي. أنا بشكركم على الاستماع، وبتأسف لأنه كان بطيء شوية العرض، لكن الكلام ده كتير وده يتوشك في مدة طويلة جدا قدر الزمن فيه. حاولنا نربي الحاجات البسيطة دي، أتمنى إنكم تكونوا استفدتوا. شكرا جزيلا. شكرا دكتورة منال على العرض. لأن الزمن إحنا بدينا أساسا متأخرين تقريبا نص ساعة عن المواعيد الأساسية للثلاث المحاضرات، هنضطر إننا نخلص الوقت في كل مقدم ورقة، ونحاول نضغط نفسنا على أساس إنه ندي مساحة للأسئلة تكون كبيرة والناس تستفسر عن الحاجات اللي غايبة عنها. الورقة الجاية هيقدمها أستاذ فاروق العابد، اللي هو مستثمر ومنتج وعنده تجربة كان في إعمار القابات وتطوير الصادرات البستانية. الورقة بتاعته هيقدم لنا التجربة بتاعته، نشوف التقييم بتاعه، الشغل بتاع تطوير إعمار القابات وتطوير الصادرات البستانية. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حضور الجميل الأمير كل مقاماتكم السامية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم عليكم، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا صيام وقيام وصالح الأعمال إن شاء الله. وكلنا نحب الطاعة المؤمنين يعني نعود الأمن والسلام في السودان إلى الحديث، وكلنا نعمل يرجع السودان كما كان ويفضل إن شاء الله، ونسأل المولى عز وجل أن يتقبل شهداءنا ويشفي جرحانا ويفك الأسرى عن أسرانا، و نزل المولى عز وجل أن ينصر إخواننا في فلسطين، إخوان المستضعفين في فلسطين، وأن يتقبل شهدائهم ويشفي جرحاهم. أنا أحب أقدم تجربتي اللي هي عمارة الغابات وتطوير الصادرات الفستانية بالتعاون مع القطاع الخاص كتجربة ممكن تكون كانت تجربة جديدة أو فكرة جديدة لقد تكون بداياتها عدم قبول يعني في مؤيدين لها، وكان في معترضين عليها في بداياتها، واللي هي تتكلم عن إعمار الغابات أو زراعة السلطة الأجروفورست، زراعة الشارقة فيها مع الجهات الثانية، والاستفادة القصوى من الأراضي أو التنمية المستدامة للأراضي. الورقة إعمار الغابات وتطوير الصادرات الفستانية إعداد وتقديم العابد. هنبدأ إن شاء الله بآية كريمة، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت من الأرض لم تصب منهم شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. الآية 31 والآية 32، الآية 32 والآية 33 من سورة الكهف فيها يعني تحقيق كبير لتجربتنا، وصورة الكهف عموما فيها كمية من الأمثال والعظات
وتكون الايتين ذين فيهم يعني فيهم مثل تجربة حقيقية فيها تجربة حقيقية أو تطبيق نموذجي لتنمية المستدامة واستغلال الأنسب للأراضي. زي ما شايفين إحنا دي تجربتنا اللي هي زرعنا سيار موز مع سيار مهوبري، فبيكون فيه تحقيق للآيات الكريمة اللي هو في الجنتين يعني الموز والبقاع البستاني مع البقاع الأراضي. الاثنين كلهم منهم هذا كله ولم تصل منه شيء، ما في حد اخذ من الثاني، يعني الموز عندي و الانتاج الغالي او الهدف الكبير برضه قدرنا يعني نحققه من خلال التجربه. انا يعني اذا رجع للصوره الاولى، الصوره الاولى دي انا كنت سعيد جدا يعني بعد بدايه التجربه. لو شايفين انه في صبيحه موز موجودة وفي شجرة بتاعت مهوندي، في أول صيف الموز كانت في المشروع ومعاها شجرة بتاعت مهوندي، كان فيهم يعني تحقيق للهدف يعني بتاع الآية الكريمة إنه الجنتين قد تقبلها، يعني شجرة مهوندي هيلثي جدا وجميلة وصيف الموز جميلة جدا، الاثنين في أرض واحدة وفي مساحة واحدة، فكانت بعتبرها أنا صورة جميلة وصورة واضحة لبداية المشروع. محاور المشروع اللي هي تكتب مقدمة وأهداف المشروع وندرس عن زراعة الموز وخطوات التدريس ونتائج المشروع والأثر الكبير للمشروع، الأثر الاقتصادي للمشروع، الأثر الاجتماعي للمشروع، فوائد المشروع مؤثرة على الإنقاذ البيئة، المشاريع القيمة المضافة والتوصيات الخاتمة. طيب المقدمة من أجل إعمار الآباد وتنمية الصادرات البستانية كان لابد من التوسع في الرقعة البستانية بالتعاون مع إدارة الغابات وإجرائها في حفظ المستوى البستاني الطبيعي من الاستفادة من الظروف النيلية. الظروف النيلية دي يا جماعة في ناس عارفينها وعارفين المعنى بتاعها. الظروف النيلية هي الأرض الريفر بانك، هي الأرض اللي بتتبع النيل وبيطير فيها النيل وبتكون بترسم فيها الطين، فبتكون تربة طينية خفيفة هي أنسب تربة أو أنسب تربة وأصل تربة وتقوم في العالم لاحتواء على كمية كبيرة جدا يعني من المفصلات، وهي تعتبر من الأراضي عالية الخصوبة، وإحنا دايرين يعني في تجربتنا دي يعني دايرين نتكون الدين وضمن التعدي على حقوق الغابات والمحافظة على أراضيها وأهدافها البيئية. يعني الاثنين تحقق الهدفين مع بعض، الإنتاج البستاني أو المصادرات البستانية وتحقق أهداف الغابات البيئية دون التعدي على أراضيها أو أهدافها. في البداية فكرة تعرضت لهجوم شديد جدا من مجلس إدارة الغابات لاعتراض القاضي بتأثيرها سلبا على تحقيق الأهداف البيئية. واجهتنا مشاكل كثيرة جدا مع إدارة الغابات أو مجلس إدارة الغابات كتجربة جديدة، كان يعني جمهور مخطوط تماما، فقدمنا مقترح في دراسة جدوى بزراعة مختلطة موز مع أشجار غابية اللي هي كانت أشجار كافور بعد ثاني غير رمائي من أشجار المهوغني، والفكرة اللي كانت تقول لدى الدولة في المؤتمر السنوي للغابات في العام 2012 من مادة إلى تبعية سياسة تعمير أراضي الغابات بالتعاون مع القطاع الخاص، لأنه كانت الشراكات مع القطاع الخاص تتم في فترات لموسم واحد يعني اللي هي عندهم زراعة التونية اللي هي بتكون زراعة محصولات موسمية زي البصل والطماطم وبيزرعوا معاهم أشجار غابية لموسم واحد، فتغير القانون في العام 2012 بعد المؤتمر السنوي لتغيير القانون لفترات مفتوحة لقطاع التعاقدات مع القطاع الخاص لفترات مفتوحة. أهداف التجربة هي كانت إعمار الظروف النيلية للقابات وزيادة المساحات المزروعة من الزراعة الشريف النيلي بستاني وقامي. الهدف الأساسي كان هو إعمار الغابات.
الثاني زراعة الزراعة زراعة الأشجار على سبيل تمهيدي مختلطة زراعة أشجار غابية مع أشجار بستانية. مساهمة أراضي الجروف النيلية اللي هي أراضي قصبة جدا لدعم الصادرات البستانية والتنوع الزراعي للصادرات. إحنا يعني قد يكون في السودان يعني صادراتنا محصورة في حيات معينة فيبقى في القطاع البستاني وصادرات الموز في تدفين التنوع الزراعي للصادرات يعني. الاستفادة من العائد المادي لزيادة مساحات الغطاء النباتي وتشجيع الغابات في المساحة التي تدفع لها في المشاريع المطرية والمشاريع المائية. إحنا يعني في السودان عندنا الغابات عندهم مساحة 10% بتدفع لهم في الغطاء المطري و5% بتدفع لهم الغطاء المري ويعني شح الأيدي أو الإمكانيات تخليهم إنهم ما قادرين يستغلوها. فالتجربة دي العائدات المادية ممكن تجي منها ممكن العائدات بتاعها تمشي لزراعة 10% و5% في المشاريع المرورية وأيضا حصيد الفاكهة يقدر الإنتاج العام لمحسن 41 طن تبلغ الصادرات حوالي 7 مليون طن بما يوصل دعم اقتصادي من 90 دول العالم. يعتبر السودان أعلى 8 دول إنتاج للموز في أفريقيا والآن بيكون يعني وصل للدور السادسة أو السابعة يعني مساحات زادت كثير. الصف الكافيندش المصير اللي هو جوار كافيندش يعتبر صف متأقلم مع الظروف المناخية السائدة في السودان، لكن تمت إجازة صنف الجرانين لصنف يحمل المتطلبات الصادر ودخلت معه أصناف أخرى زي الميديوم والجران نيجرا والأزيا، لكن ترفع بالعكس من الصادر الجرانين يعني أكثر صنف ممكن يكون هو تناسب مع مناخ السودان، لكن فيها أصناف أخرى وجيزت معه. القيمة الغذائية للموز يحتوي رب الموز على 70% أو يعني الموز ينتج غذائية عالية جدا وفيه يود وفيتامينات ورياح ويعتبر مضاد للسرطان. وهذا الجدول كله 100 جرام من الجزء المأكول من الموز يحتوي على الحاجات دي. أهم حاجة إنه هو خالي من الكوليسترول وخالي من الكافيين فيه نسبة فيتامينات عالية وفيه طاقة عالية في الكربوهيدرات ومعروف إن فيه كالسيوم إنفعالي من الكالسيوم والمغنيسيوم. إنتاج الموز لا يبيد شأنا عن الدول المجاورة في مجال زراعة الموز ويمكن التطوير كثيرا في هذا المجال خاصة إن السودان يمتلك الكثير من المقومات الأساسية والظروف المساعدة على تحقيق هذه الغاية التي تتمثل في الظروف المناخية المناسبة يعني ظروفنا. أو ممكن يكون السودان هو من المناطق اللي ممكن يكون هي زون بتاع إنتاج الموز يعني بالنسبة للسقوع الشمس والجو بتاعنا ومناخنا مناسب خاصة في ولاية سيناء ولاية النيل الأزرق وولاية كسر. الموقع الاستراتيجي وقربه من الأسواق العالمية ما يعطي وضع أفضل للمناسب للمنافسة في الأسواق. لو التوافق كل هذه المقومات لم يجد إنتاج الموز الاهتمام اللازم حتى أو في الغريب من الأخير أشبه إنتاج الموز اهتماما كبيرا على الصعيد الرسمي والشعبي حيث جذب الكثير من المستثمرين في دخول الصادر وحقق أرباح عالية مما جعل الكثير من الزارعين يبدون التداخل مع القرارات والتعدي عليها. خطوات تنفيذ المشروع ده المشروع بتاعنا بدأ ترشيح القطاعة اللي هي مساحة 70% من أرض الجزائر والقطعة دي شايفين شكلها في الصور بس شكلها كانت كده قبل التجربة وقد يكون شكلها زي كده. هي القطعة دي ممكن تعتبر متاحة للمزرعة حقتي مساحتها 150 فدان بأكثر من 30 سنة أنا بيجي مع هي بالشكل هذا يعني أرض البور فيها كمية من الأشجار اللي هي ممكن تكون زي شجر الجميز أشجار معمرة
وطلعت بعد ذاك فرز العضلات، تم طرحها في عضة، وبعد فرز الأعضاء تم الرجوع لإعداد الغابات في مرحلة متسلسلة للطرفين في ديسمبر 2013. قمنا بقطع الكمية الضخمة الكبيرة دي وصلت الوباكس في المساحة. التجربة عادة كانت كبيرة جدا، والتكلفة بتاعتها كانت عالية. التكلفة العالية اللي أنا تكلمت عنها يعني لا يوري إنه الجيش بتاعنا ما كان هاو تجمل، يعني مثلا بالنسبة لنا كانت تحدي كبيرة. اختراع الجذور ولا تصليح الأرض الظاهرة اللي يكون تكلفة عالية. التكلفة دي لما راجعت أنا يعني التكلفة بتاعت تصليح الأرض دي يعني اشتريت مساحة بتاعت 200 فدان من كيس تنصيب. فالفكرة ما كانت الهدف منها إنه نحصل على مال قدر انه نحقق او نستفيد من التجربه ونقدر نطبقها بشكل امثل على سنة نعود للاستخدام بخير ونقدر نصل لاستخدام امثل للاراضي بتاعتنا. ده تخطيط الارض، يعني خططنا الارض لحفظها للزراعه وعملنا شوارع تفتيش، يعني الحياه المهمه شوارع تفتيش مهمه جدا للغابات، يعني بس لهم خطوط نار. وزرعنا أشجار المهوغني وأصناف الموز المحسنة، زراعة خضروات موسمية بين الأشجار لتقليل من الحشائش، وده كله بيطبق معانا في الآيات بتاع صوت الكهف اللي هي زراعة مختلطة النخيل مع الأعناب مع وجعلنا بينهما زراعة. زرعنا الموز في مسافات مختلفة بصورة بحثية للخروج بنتائج علمية وعقلية للأصناف المحسنة من الموز ورعاة أشجار الغابات، يعني عملنا نماذج كثيرة جدا على سبيل نقدر نصل في النهاية لنماذج جميلة على سبيل هي أول تجربة. زرعنا الموز في مسافات مختلفة والمهوغن في مسافات مختلفة على سبيل نصل بعد ذلك لنتائج نطلع بالمسافات اللي ممكن تكون أمثل لتلك التجربة فيما بعد. عملنا 5 نماذج تختلف فيها بعد إزالة الموبيلي وشكل الموز وطرق تركيبة الموز. نتائج يعني المشروع، الأسئلة الكبيرة للمشروع هي الحرارة، يعني الموز يختلط درجة حرارة ما بين 15 ل 45، ودي بتختلط في مناطق ممكن تكون قريبة للغابات، وهذا لا يحدث اللي هي لا يحدث إلا في المناطق القريبة مضطربة الأشجار وتسخن فيها أحد الأشجارية أو مصدر. الرطوبة بيحتاج رطوبة عالية، يعني الرطوبة لمدة 60% لساعات طويلة أو ارتفاع درجة الحرارة عن معدلها، ويؤدي انتقال الرطوبة عن 60% لساعات طويلة إلى جفاف الأوراق، كما تؤدي زيادة الرطوبة عن 90% إلى انتشار الأمراض الفطرية من إسعاف طرف السيارة والاستيكلينج. وأفضل نسبة رطوبة لنمو نبات الموز هي 75%، وهذا أيضا يتوفر في أشجار القابات والمسطات الشجرية وشوارع التفتيش. شوارع التفتيش الحاجات دي كلها من أشجار القابات مع الموزي بتديها يعني مناخ مناسب لإنتاج الموز. يعني هو ما يكون لاوي. الأسئلة الكبيرة للمشروع هو الرياح، يعني تعرض الموز للرياح الشديدة من عوامل ضارة لإنتاج الموز، تؤدي إلى أضرار ميكانيكية تتمثل في تمزق أنصار الأوراق وتمزق الجذور وكسر السيارات الجاذبة زي ما شايفين في الصورة دي، استئجام مؤثرة بسبب الرياح. كما تؤدي إلى أضرار جذورية إنشاء حتى التوازن المائي للنباتات المؤدي إلى ذبول الأوراق وجفافها، وكذلك جفاف السماء غير مكتملة للنمو تشوه وتتدور سهام صفاتها، ويحدث ذلك في أصناف الموز الطويلة الحديثة الصادر لصف الجرانين والمياه. تطبق حماية المزرعة على ضغط الرياح هي زراعة مسطات الرياح من أشجار الكابور البان أو عمل دعاية جسدية أو سندات، ويمكن الاستفادة من الأخشاب الناتجة عن عمليات تجديد أشجار المهمة. عمل قوارب من الحبال وغيرها بشكل بين إنتاج الأشجار وتسنيد أشجار الموز عليها، ويمكن الاستفادة أيضا من الأشجار الغابية وربط الغابة زي ما شايفين ده كيبل موجود في الصورة تحت بيتسند عليه الصبايب. وفر المشروع مساحة كبيرة لدعم الصادرات الإسبانية لتحقيق قابلة نموذجية،
ده مثل الاقتصاد المزروع، عمل مزرعة تجريبية في مساحة كافية وزراعة الأزهار وتحسينها من الموز بطرق علمية ضد الحزمة التقنية وتطوير جودة الاستثمار وتحسين المنتج بالتعاون مع إدارة البساتين والمشروع القومي لتطوير الصادرات البستانية CSC. المشروع ده يعني كان جميل جدا لتطوير الصادرات البستانية، هو كان مشروع قومي مشترك بين السودان وأثيوبيا، يعني كان له دور كبير في تطوير التوفير ده بتجاه تسليم العمالة، عمليات مرفوض الاقتصاد وعمليات مع بعض الاقتصاد، يتم القدرات الإنتاجية المناسبة في تحسين المنتج الصادر والسوق المحلي، الاستفادة من نظام الحشائش زي ما شايفين، يعني في تعالج الحيوانات في المنطقة، ودي واحدة من الحاجات اللي بتخلي الرعاة ما يتعدوا عن البابا، طالما يجوا حشائش ممكن تتكلم عن الحيوانات. أيضا من الأسئلة الكبيرة، الأسئلة اقتصاد المشروع كان المشروع بيستخدم تجارب علمية وعملية، سوينا لعدة تجارب في مجال الزراعة، يعني أنا من الحاجات اللي ممكن يكون عمل المشروع مشينا مع المشروع القومي لتطوير الصادرات لدولة بيرو، وبعد ما جينا هناك قمنا زي برزنتيشن في هولندا، هم طالبوا مني أعمل برزنتيشن للفايدة ممكن أكون استفدتها من الفيتريك. فقدمت لهم زي جدول بتاع مقارنة، قدمت فيه إنه المسافات اللي ممكن تزرع تطبق في السودان والحياة اللي ممكن شفتها هناك في بيرو في منطقة اسمها بيورا، زي ما شفت الصورة دي مع واحدة من المزارعين في بيورا. فالتجربة دي ممكن تكون يعني أدتنا فايدة كبيرة، إنه جينا طبقنا بعد ما جينا هناك طبقنا 5 تجارب، ممكن تكون بيئة مرجعية لها، طلعنا بنتائجها في المسافات وإدارة السكر مانجمنت اللي هو إدارة الفلق و اختيار الصبايك الاقتصادي. الأصل الاقتصادي دي واحدة من الصور اللي ممكن تكون جميلة جدا، ده الموز المزروع كان برضه من المحافظات يتميز بخصائص مميزة مثل اللون والنكهة والطعم. الصورة الكوزي دي صورة موز اللي هو بيكون كل يلو، الصورة اللي تحت الموز بعيد من الغابات دي مزرعتي في اليمن المشرقي، هي المزرعة بتاعت الغابات ودي مزرعتي في اليمن المشرقي منطقة بعيدة من الغابات. المايكرو كلايمت ممكن يكون في الصورة الفوضى والأسد، الغابات هي مناخ مناسب للموز في الصورة الفوق تحت لأنها كاشفة تأثير الرياح ممكن يخلي الموز. السكناريات السوق المحلي بيتكلم عن إنه ده موز برونزي ممكن يكون او لونه يقول لك موز مرمد، لكن الموز اللي بنقوله من الغابات بكل لونه كل يلو كده زي ما شايفينه في الصوره اللي عندنا دي. الاثر الاجتماعي خلق شراكات في طريق الموز، فلما ادخل زاد للقطب ربع مستوى المعيشه المؤسسه في تطوير المجال الصحي والتعليم في مناطق الابتدائي، تشغيل وإدراك الأحوال النفسية في حصاد القدرات المزيئة ما يوفر سبل عيش كريمة لبعض الأسر والأغاني، أسهم المشروع في دعم المدارس والقنوات المسجلة في المنطقة، كل ذلك ينعكس على الناحية الأمنية والحد من الجريمة والتدخلات الاجتماعية. إحنا دائما برضه نتكلم عن قواعد المشروع وأسرع على المرض. أول حاجة إدانا زراعة أشجار في خطوط ومسافات منتظمة زي ما شايفين في الصورة، لأنها غابة مروية مزروعة في طرق منتظمة، زراعة في مساحات نهائية لعدم وجود فائدة في الزراعة، منافسة انتشار الموز لتأثير الموز، خلينا تكون صاعدة طويل ومعتدل، دي واحدة من ميزات التنافس بين المحصولين الموز والأشجار القابية. فتح آفاق جديدة لعمل الغابات والاستثمار في مجال زراعة الأشجار الوصولية داخل إيرادات الغابات، انتقال زراعة الأشجار الغابات داخل الجناين بعد هذه التجربة، يعني المزارعين هم يزرعوا أحزمة شجرية على أساس يقدروا يوصلوا للمنتج زي ما شفناه في الصورة اللي قبل شوية. حماية الغابات من الوضع الجاي وتوفير سبل عيش كريمة بالمزارعة على الأنقاض الخاصة لسكان القرى المجاورة للجنوب الميديا. مساهمة الغابات طيب أنا ممكن أتكلم لك عن الصورة دي دقيقة واحدة، الصورة دي أنا كان ممكن أقدمها وهي تكفي عن البرزنتيشن. شايفين الجريد الصورة ده؟ الجريد ده أنا جيت أصوره يعني كتبت له، وعدد الجلوس المنتجة لما تقدر يبدأ لكن الجلد ده كان لسه حاله يقول لي يا أخي شكرا لك
انك تلاقي بيئه مناسبه وهو ما تشير فيها شوك، يعني الصوت دائما بيكون تحت تعفشي، فهو الآن راكب في شجرة ناعمة، في المهور شجرة ناعمة، وتحت طوالي الموز كان بياكل في الموز، فشكل صوته دي بيغني عن كلام عن البيئة يعني. فصوت الجلد دي كافية، وأنا تمنيت إنها تكون محلته، ولكن هو يعني تمسيه كده والراحة قال لي لو كانت تسمع حبة موز كده كان عملنا لنا حبة بيضات يعني. لو وديته له واحد بالحمى. فبتكون شكرا جزيلا. والله غريبة المضافة دي مهمة جدا. هذا كله مهم خالص في الحياة. طيب النبات الموز دي ممكن يعني من الحاجات المهمة فيها، يعني البالي وادي انه اوراق الموز دي هي ممكن تكون يعني ممكن تصنع منها ورق ما بيشتايل او ما بيقدر تأثر عليه، وزي تأثر عليه. بعد ذلك قمنا نحن يعني مع زادنا أو قدمنا في الأسبوع الأخضر في برلين، سيبنا معانا سيجان بتاع الموز، ولقيناه هنا بيتماشى مع نظم تصميمية متطورة بتقول في المجالات المناسبة اللي تسمح لها إيجاد أنماط مبتكرة، منتجات كاملة الصبح، منتجات نفس مصنعة لتكون بسرعة أخرى، استخدام الكربون وحامض الورق، مصنعات شبيهة. بعد ذلك لما جو بعد الشهر من زيارة جت 4 شركات بتاعت شركات رمضانية، ولقيت إنه المنتجات بتاعت الموز المخلفات بتاعت الموز أيضا فيها طيور موسيقية بإضافة 6% لها للقطن ممكن تكفينا احتياجنا للطيور الجنسية وتدينا كميات صادر من المخلفات. صور مهمة ودي كلها مصنعات من مخلفات الموز للطيور الجنسية. شكرا يا استاذ فاروق، صور مهمة شكرا للاستاذ فاروق على المحاضرة. طيب احنا دايرين انه تيجي وتعمل من الفلسفه والسيره والسيتات والرؤيه بتاعت الجروب الميديا زي ما قلنا في الرسومي، وذكوري بعض الغابات في الاستثمار في الفلسفه تعمل غابات في المنطقه النتيجه الغابيه وتعاملها مع القطاع الخاص بواسطه عقارات سريه متجدده، وذلك الاستفاده من تعبير مكان الغابات، الاستفاده من الاهداف الشراكه من القطاع في الجروب الميديا وربطها بالشراكه في اعمال الكرم في الاراضي المجاوره للغابات بزراعة الدول الفارسي وعمل مناحي الاستفادة من الدلع عشان التحكم. العمل على تجميع المزارعين في تنظيمات التأهيلية للاستفادة من الحصول على الجودة. الفيرتريد دي علامة عالمية بيحصل عليها المنتجين عن المحميات، والاتحاد الأوروبي بيدي 1 دولار لكل كرتونة ممكن تصدر عبر الجمعيات، ودي ميزة نسبية عالية لو قدرنا حصلنا عليها. والدولار أيضا الفيرتريد دي الدولار دي توزع على المزارعين بترجع للجمعيات أو لمناطق الجمعيات اللي فيها مناطق الجمعيات والمنظمات في منطقة الجمعيات. هذه مدينة فيها آية، هي آية جميلة، كان يسمي في مسكنهم آية، لأن ثاني عن يمين وشمال كل مجلس ربكم واشكر له مكتبة طيبة وربكم غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرب جنتين زوجتين تكلم خمطين وأسنين وشيء من سدر قليل. الآية دي يعني فيها سبع دي منطقة في اليمن، فيها ربنا يعني من آياته وإبداعه أداهم جنتين، جنة اليمين والشمال، وكانت فيها الجنتين هو عبارة عن بستانين. البلدة الطيبة في تفسير الميسر فيها الأرض الخصبة والعرض العالية الرطوبة زي الجوف العينية اللي عندنا، أعرضوا عن ذكرتهم وأرسل عليهم سوا وابتلوا بجهتين زواجين أكثر. الأكل المفيد هو ممكن تكون أشبه بالصوت، وأرسل الأصل هو سجلة قريبة لسجلة الطرفة وشيء من سجن قريب. فدي تجربتنا وعلينا شكرا جزيلا الحاجات المميزة اللي سجلتهم. شكرا لكم. صبرنا عليك لأنك جاي من حتة كبيرة وعايز تشاركنا من السودان، وجزاك الله خير. الورقة الأخيرة هي مقدمة عن دور الجمعيات في تطوير المحاصيل البستانية، وخصوصا
في نموذج لها جمعية النخيل السودانية اللي هيقدمها لنا المنتج، وهو عضو في الجمعية ومستثمر، وأستاذ إبراهيم محمد صالح الجاز. تفضل. شكرا بعد ساعة. وبالمواعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الخطوة الحضور كل المقامات الصانعة المحفوظة. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير، وعبركم وعبر كل الإخوة في جمعية النخيل وكل الحضور نشكر شكر جزيل دولة قطر على تنظيم هذه الفعالية حكومة وشعبا، وإدارة الإكسبو وإدارة جناح السودان على هذه الفعالية النخلة وأسقاط لها طلع نظيف. والنخيل في السودان معروف من قديم الزمان، ومقدمته النخلة للإنسان يعني حاجة معروفة. شاعرنا قال: وردا فيها حاجة الماء والنخلة والقمحة، كيفما غنينا وكيفما لكم سمحة. فالنخيل معروف هو إرث يعني أجدادنا وآبائنا، تحية لهم والتحية لكل الإنسان النخلة، وأي إنسان يكرم بيقول هذا الرجل فالنخلة، تحية لعمتنا النخلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا عمتكم النخلة. فنحن اليوم في تكريم عمتنا النخلة. تأسست جمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية في عام 2003 بتداعي من رجل كريم أستاذ هاشم هارون، ورجل العلامة البروف بروفيسور أحمد علي جنيد، وأخونا عماد الديس. وكانت إقامة هذه الجمعية، جمعية رعاية فلاحة النخيل السودانية، قد انطلقت يعني من 2003 لحد اليوم ببرامج كبيرة فعالة في كل الدول. حقيقة يوم التحية والتقدير الذي نعشه هذه الجمعية، كما ذكرت البروف علي أحمد بهيب وزير الزراعة السابق، الأستاذ هاشم هارون، والأستاذ عماد الريس، وأخونا الدكتور نصرتي الشوكاري، والأستاذة باشمهندس مها التي ساهمت مساهمة فعالة في إعداد هذه الورقات، وكلهم أهل النخلة الذين هم ضموا البروفيسور داوود وفاطمة عبد الرؤوف والباشمهندس عثمان النغيب وكل أهل النخلة. الحقيقة نحييهم تحية كبيرة في هذا اليوم. من أهداف الجمعية هي الاهتمام بقطاع النخيل في السودان، وكان يعني الآن بفضل الجمعية وبفضل الجهد القام، إنه الآن نحن في السودان بنمتلك أكثر من 20 مليون نخلة مصنفة معروفة، يعني معروفة السودان من دول العالم. هو عنده صنفين من أنواع النخيل، تمور الجاف وتمور الرطب، كما يميزنا من العالم. وتمور الجاف ممكن تكون أمور رطبة لو اتعمل فيها معالجة وتخزين صحيح، فهذه ميزة. التمور الجافة معروفة في السودان، هي يعني فيها قيمة غذائية عالية، فيها تصنيع كبير. فدرجة الجمعية على الاهتمام بقطاع النخيل بالتعاون مع بعض الشركات، منها يعني شركة زارنا العالمية، وشركة المفيدي، وحاج بشير، وبعض الشركات التي أدخلت الأصناف العالمية. ومن هنا خلينا نحيي الباشمهندس النقلة قامت النقيب أخونا أحمد الشاقي على اهتمام بهذا القطاع الكبير الهام. وحقيقة شركة زادنا تبعت هذه الجمعية فكرة الفكرات، وكان لها دور بارز في التدريب ودور بارز في معينات النقيب. فلهم التحية الأخوة في كل الشركات اللي ساهمت في قطاع النخيل. من أهمية الجمعية نشر الوعي
المعارضات الجامعية القطاع النقيب. فكان احنا كانت الجمعية دائما تعمل دورات تدريبية لقطاع الأخوة في قطاع النقيب في كل مسمياته. وكانت الدورات التدريبية في القطاع البستاني والشركة الساهمة وفي كل الناس المهتمين بعبر النقيب في ولاية نهر النيل في الشمالية في ولاية الخرطوم في ولاية البحر الأحمر في دارفور. ويعني بعد ذلك تمت الجمعية بإقامة المهرجانات ومن خلال هذه الدورات التدريبية مساحة لكل المعارض معروفة. فهذا جزء من نخيلنا في نهر النيل في الشمالية. فالنخلة عندنا طبعا معروفة بإنتاج الوفير، ونحن يمكن نمتلك أكثر من 100 صنف من أنواع النخيل، أبرزها يعني الصنف التجاري البركاوي والبونديلا والتمودا والكلمة ونجم الأصناف الرطبة والخطيب والدقاي والمشرق والمدين نجم الأصناف الرطبة. بعد كده نجم الأصناف العالمية الخشب السودان والبرحي والخلاص والمجدول والخنازي وكل الأصناف أكثر من 14 صف هي الآن إنتاج عالي في السودان وإنتاج قيمة عالية في الدخل العمري. إقامة المهرجانات طبعا بعد ذلك في شراكة مع 7 دول بالتعاون مع نقطة بجائزة حديثة الإمارات المغرب المكسيك موريتانيا الأردن مصر والسودان. من خلال يعني المنتجين يعني كان بيجوا هذه الدول عرض المنتجات السودانية والتمور كانت طبعا رواج. والآخر حاجة انت شفتوا اصناف التمور الموجوده هنا في معرض الاكسبو كيف يعني كانت وكانت رواجها كيف يعني. بعد ذاك قامت العديد من الدورات التدريبيه في العمليات الفلاحيه في خدمه راس النخله، وهذا بالتعاون مع بعض الشركات زي ما ذكرنا. ولكن بعد يعني دخول الفاو منظمه الفاو العالميه معانا في الجمعيه بشراكه، وكان لهم دور في تكوين جمعيات المنتجين. وقد كونت يعني في السودان أكثر من 50 جمعية لحد الآن للمنتجين، ومن خلال طبعا في دورة تدريبية لـ20 من هذه الجمعيات سجلت اختارت الفاو من 10 جمعيات من خلال تمويل بعض الآليات في مجال العمليات الفلاحية والنظافة وعمليات التلقيح وعمليات الحصاد. فكانت 3 دورات تدريبية مفيدة للمنتجين استفاد منها أي استفادة في كيف إنهم يقدروا بعد ذلك يصلوا لتقنيات عالية تقنيات عالية في مجال النخيل. وبحيث تبدأ من التوضيح الناس أخذوا فيكم دورة تدريبية، وكانت الفائدة طبعا دائما نحن بنقول العملية الفلاحية هي بتبدأ من التوضيح، وبعد ذلك الناس بتمشي لحد ما يحصل الحصاد ومعاناة الحصاد. ونجي هنا طبعا من ضمن التصنيع حصل هو الكلام المدينة السكر الذي كان طبعا الأمور الإسلامية وبعض طبعا المنتجات الأخرى نفس التمر وقهوة القهوة دي واحدة من الدورات التدريبية اللي هي دعمتها منظمة الفاوند تصنيع التجاري يصنعوه كراسي و سراير وترابيز وطبعا تنظيم النظام للمنتجين اللي قامتها الجمعيه بالتعاون مع منظمه الفاو. وكانت الدورات التدريبيه يعني نابعه استفاد منها المنتجين استفاده قصوى، ونرى ان شاء الله ان تتواصل هذه الفعاليات وتتواصل مع الفاو ودعوة بعض الدول وبعض الجمعيات العالميه على اساس انه محتاجين حقيقه لدعم دعم المنتجين، لانه المدير العام بيواجهه كل طبعا انا بقول الكلام ده معلش يعني في كل الدول الان احنا بنواجه عمليه التسويق ودي واحده من مشاكلنا في كل المحافظ. فنعمل انه في الفتره الجايه يعني تكون في شراكات يعني ما بين الجمعيات المنتجين وما بين كل الدول تحتاج جمعيات المنتجين على اساس نخلق شراكه للتسويق، لانه التسويق هو كل شيء. يعني المزارع اللي منتج وجهز ما لك التسويق الموسم الجاي ما حنقدر نعمل حاجه.
اقدر اعمل عمليات جراحيه، اقدر يحسب. فدي واحده من المشاهدين انت الان من نتمنى منه كل الدول تعمل معاه شراكات تجمعيات مجتمع مدني عشان نوصل لنتائج ملموسه في تسريب ده من اهم البنود المعروفه يعني. طبعا زي ما تقدمت الدورات التدريبيه من الفاو والفاو يعني الاخير اول مره اخش في مجال المحيط في الأردن الشماليه، فهذا فوائد كبيره. بالتعاون مع كل الشركات الكبيره كانت تقرا من الشركات، سافرنا زارنا بعض الشركات، وصلنا لاكثر من 20 مليون نقله موقع محتوى الولايات الشماليه، طبعا اكبر الولايات المنتجه للحبوب، نهر النيل، الخرطوم، البحر الاحمر، برضه في دارفور. حصل حتى الجزيره برضه حصل هذه كانت الفكره الاخيره في زياده مرتبطه بالزراعه والاصناف الزراعه والاصناف العالميه. نحن برضه من الاصناف اللي نحن بنوصي عليها وهي اصناف عالميه، التموله والبندينه والبركاوي والخطيب والنقايش، برضه من الاصناف العالميه اللي نحن بنعتبرها تاجر. نحن في السودان لازم يكون عندها قيمه مضافه عاليه، لانها الان لما جينا هنا برضه في معرض اكسبو لقينا انها التموله الجافه عندها رواج اكثر من التموله الرطبه بالنسبه للناس الاجانب بالذات. حقيقه انا والله يعني اعتقد ان برضه عندنا الصناعات التقليديه، طبعا معلومه يا اخوانا ان احنا نقدم الدول في التصنيع. فمصنع كريمه في ستينات القرن الماضي كان منور المصانع الموجوده في السودان، ومنور المصانع الموجوده على مستوى الوطن العربي، وكان المصنع بيصدر طموح لاوروبا ولروسيا اللي هي مصنع ذات روسي، وكان بينتج وقود حيوي معروفه في السبيل، طبعا مناطق طبيه عموم المستشفيات وهذا التحقيق، والسبيرتو برضه هو معروف كان شنو دوره. فمن اول المصانع قامت مصنع كريمه، ولا زال هذا المصنع يعمل الحمد لله تعالى بنعتبر من اول المصانع، وهو هو مصنع يعني المصانع الصامدة لحد الآن. بعد ذلك قامت عدة مصانع في الشمالية في نهر النيل، مصنع حطون عمر العلامة في الخرطوم، ومصنع الراشد في بربر، والآن برضه عمل مصنع وكان على وشك الافتتاح مصنع ضخم كبير في الخرطوم. والمصنع الآن احنا يعني بنشد فيه مصنع حطون محمد أحمد سندس في منطقة مروي، حقيقة هذا المصنع من المصانع الحديثة، والآن يمكن الإنتاج طبعا معاده هنا في نهر إكسبو. دي بعض التمور طبعا المنتجات اللي احنا فيها منتجات التمور مدرجة وتلف الديلة وتلف كل ما وتبع الأصناف البركاوي من التمور اللي بنشاركها في المعارض التاريخية. فحقيقة إحنا المصانع عندها قيمة عالية والناس اتجهت لهذه المصانع. أخونا محمد أحمد بارك الله فيه أخيرا عمل مصنع كبير، يعني الآن إحنا بنشيد به ونشيد به إنتاجه، وهو من الناس اللي معانا زي ما قلت لكم في الإكسبو. حقيقة فنحن نشجع كل الإخوة المستثمرين إنه يستثمروا في هذا القطاع الكبير قطاع النخيل، لأن المصانع الآن لو نحن جينا اشتغلنا بوجود حيوي من أرقى أنواع التمور في قيمة مضافة عالية جدا. لو جينا نعمل مواد غذائية هو طبعا معروف ممكن تعمل أكثر من 50 منتج مواد غذائية، قهوة النوى وجس التمر والمعمول، وفي حاجات كثيرة من التمر يعني غير خلينا نستفيد منها بالصناعة، صناعات تحويلية أخرى، أساسات، ورد. يعني النخيل ده كله ذو فايدة عالية أعلام. فنحن من خلالكم والله نحيي أهل النخيل، نحيي كل الناس اللي حضروا، وكل الإخوة المحافظين الآن معانا، إنه النخلة وأستفادها صنع النظيف، ونخيلنا بإذن الله تعالى هيكون هو من الموارد الأولى من خلال هذه الدولة. نسأل الله إنه في هذا الشهر المبارك أن ينصر قواتنا المسلحة نصرا باهرا وتعود البلد كما كانت احسن ما كانت، وباذن الله تعالى الناس تعود وكل ده حصل لخير، انه الناس الشعب حتنهض، حنكون الدوله الاولى باذن الله تعالى
بين الدول، فما قلنا ان شاء الله هنعود اكثر ما قلنا باذن الله تعالى. بارك الله فيكم وكفاكم الرحمه والرحيم. ما شاء الله. شكرا جزيلا استاذ ابراهيم، عندنا 10 دقائق دروس يحصل تعقيد الاربع وردات، وعندك تفتح باب الاسئله. أهلا بكم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. والله كريم، ونسأل الله أن يدينا الجلسة زيادة ونرفع البلاء اللي مصاب به البلد إن شاء الله. طيب أنا أذكر في مؤتمر في بعض التعليم العالي سألت سؤال، وما كان في تنسيتها، قلت له حسن السؤال هو المعقد كان على دور المنظمة التنمية العقلية في السودان. سألت معالي أسأل ما في بس أسأل ما في هذا من السؤال، كم على سكان السودان؟ بعد هذا المسار هنالك تقارير، طبعا انا عندي انا قريت تقارير 40 41 42 43 والسيارات تقير دولي 49 و50، ما خلاص كله جزء يعني ما في غير حيديك سوليد اوسر. ده معناها نحن لكن احنا نفس الشغله واللي هي اهم عنصر في التخطيط، اهم عنصر في الفن. اذا احنا ما عندنا احنا كم زي ما يذكر الله ولا الدكتور كامل يقول له والله ارقام الدكتور دي عشان توصل يعني عدد الأرقام. نعم، لكن مو في المساجد الثانية، وفي أشياء في الاتصال، عشان هذا كل الاستمرار العشوائي، ما عندنا مشروع سياحي، ما عندنا استراتيجية زراعية، ما عندنا سياسة زراعية، عندنا الذراع السياسية. بس كمان عندنا رئيس الجمهورية، أنا مش عارف قال والله ينفع، أو 600 فدان كمان. لا الاجتماع قال لا انا حزرع 1,000,000 فدان، لا عنده تجارب، لا عنده شمال، لا عنده مدير، لا عنده كذا، وهي انا مثلا عشان يلا مليون مليون. انا لو جاز لي ما اجتمعش 10 دقائق بس ولا معلش، لو جاز لي الفورم ده كان اديني اسم واحد تحديات الصادر والقيمه الجبار، احط مع رجالات المدينه المدينه لكن فيها عن البنية الزراعية من عندنا عمرها 300 سنة، هذا في أمريكا كل تقارير عندنا مقوس وكيف كلها في التقارير غير أربع مقوس صح ولا لا؟ ونشيلها 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 ونشيلها
بشهد الله يكون فوازن ممتاز لكن المشي الزراعي شويته بدوه قالوا ايه ولا قالوا ما حد على بنزين يقدر يتحرك ويمشي على مش كثير يعني انهار. طيب السبب الثاني هذا اللي يستغل لانه تمويل مثلا احنا على فريق هذا المتابعين عندنا الاشياء لحد السنه لا يؤمن يمشي اخر سنه هي من البنك لا يؤمن لا حرام خلاص دور الدوله وين؟ أقول عارف في فوائد في إخواننا محصولي البصل والطماطم بشكل أكثر من 50% من مجمل المساحات الإنتاج للخضروات السوداء. هذول نفس الناس اللي نعمل فيه شو؟ ما دارين كومبليكيشن ما دارين دارين حاجتين دارين استراتيجية ممكن ما ممكن صعيد تكون العلبة ب 1000 وشوية فترة الطماطم بقت وانت رايح التصنيف الى الصعيد وغيره وغيره يستوردوا عندنا الطماطم من الخارج يستوردوا مركبات المانجو من الخارج وانت 90% من المانجا بتاعتك او العباسية تلعب في الوطن بتروح ما استراتيجية يعني نحن الموضوع كيف نستفيد منه بعد أمسك البصل أسهل صناعة في العالم فيه يمكن أنا كان عندي أنا زرت المكان بتاع الدجاج أكبر قطعة جاية بالكهرباء أنا عندي مشكلة كبيرة بالكهرباء وعندي شمس طول السنة وأي وقت إنه أنا أمشي للمكتبات بتاع الشمسية يمكن يبين هو قدام الدكتور عشان أقول محمد سليمان عنده المنطقة الصناعية في الفخور عنده يطفي في الطاقة الشمسية يوميا عنده واحد يروح شغال معاهم يقطع لهم 10 شوالات يقولوا ممكن يحطوها في كنايس عندهم مصابي عندهم الأنيس بتاع الطاقة الشمسية يقطعوها عملوها في الكلب اوفر نايت بكره بتوزعها وما فيها وبكتب عليها كده بالتوجيه المفروض احسن انا عرفتها وعملت دراسات كثيره على الوصلات طبعا اول شيء قام في محل غلط كيف بس الحيوان التنتهي الفصل المغطي الاحمر السوق العالمي ما داير فليكس الحمر داير بيضاء نحن كلنا في وصلات الفصل بعدها نتكلم عن الدولة اللي فلوس يقصع البصل كانوا بيجمعوا البصل ويحطوه ما يسووه أو البصل كان بيطلع بدري هاتشي فيري هاي برايسز محلات ثانية ما في فرق بين البيت هذا تشتري منه بسعر واطي يعني طيب فورشنتلي ونحن في الكتابة اشتغلوا علينا في الموضوع كيلو عفوا كيلو استنوا الصنف أبيض سماه ناصح وانا بعد جوابات عملت سميت الحلو كان اليوم وانا صناعة التجهيز انا زرت مدينة كاملة في امريكا اسمها ديترويت كل المدينة بس مصانع تعدل في البصر في اصناف عالية على الكواليتي منتج ما يصور كل ما كانت الماده الجامده في البصل عاليه كل ما كان الاوت كم بتاع الناتج عالي. هذه المدينه ما بتشتغل بصل بس. لازم تشتغل 9 شهور بكبت البصل بكبت الثوم بكبت الفلاح بكبت الفلاح بكبت الفلاح و3 شهور من طيب العكس كان 5 كيلو بصل بيشتغل 3 شهور ويجيب 9 شهور. العكس يعني. إضافة إلى أن كل المدينة اللي بتحصل على البصل المحكمة كلها محصورة في البوسط والمشي عشان كده حضرناه كلها بس ده قطاع طولي أنا شفت بدأوا بيجاملوا الألقاب
معروف صار معروف، لكن بعض من الناس اللي يسمى اللي هو أكبر بعض يعتبر من كان بيجسد البصل والقصة بيجسد الملوكية وبيعمل موجودية وبيعمل بيعمل بيعمل بيصير وبيعمل عصاير في الآيات يقول لا لازم تفرق شوية من ما تعلمه إلى اليوم شغال عايزين التأمين في الأسر وعليه كل العادة. طيب نحن الآن العالم اليوم فيه مشكلة مشكلة عدد الشرب حتى القصر السوداني مثلا تسكروا وأغلى ومطلوب أغلى ومطلوب تواصل و ده محصول ان احنا نمسكه ولا يعني نطوره صار التفكير والتخزين مع يعني معلش ما عايز اشرح لك اولموست في 11 دولة حول السودان تاخد وصل من السودان شوفي البوبوليشن بتاعها 800 مليون هذه هي يشيلوا القصب السياري ويقصوا بقى يعملوه ويسكي الصومال الجنوب من الجنوب يمشي كتير من أوغندا أخيرا يوصل يوصل لحد مالي مالي الشاد القطة وعليه ده كل إخواننا بالتهريب ليه؟ لأن إحنا ما هذه الاستراتيجية ونبقى المزرعة لحد السنة أولموست حوالي 30 جبال اللي ما جبت يعني انت عندك تفسير كيف ما تطلع على الجزء عندك رسوم المحاجم والرسوم الولائية والرسوم الاتحادية والرسوم الكذا والمواصفات والكذا لا حتى لو تيجي تمشي المطار رسوم المطار رسوم كذا رسوم حتى والله انا كنت ماسكة في الجيم ريف سدام شمال الدالية اللي من وقت القنصلية الخضراء والقنصلية الخضراء السودانية عظامة الإخوان السالمة والبانة الخضراء. طيب والله هي محاجم أو دلالات هي واقفة قصبا من وجهة نظري تدخل القنصلية الخضراء السودانية بطوارئ الخضراء الاجتماع عملوا لنا الناشونال كيريا تقريبا بس كانت الواحد يعرفها يكبر قالوا والله ساعدونا وحبيتونا حطوا لنا بنزين الطيارات وحاجة ثانية تحمل السكينة ورحل بالسجانية كلهم حتى أكثر من كل السجانية خلاص راح السجانية في الدولة انهوا باطل فعندنا أول بيت في القصر على أنا بتاعي ما صرفت بعد سبحان الله لما شفنا في 50% في الصادق وفي التجيب في 14 سنة ونجد الطماطم طماطم أساس كبير وقعد كده داخل المصانع عندنا بتستورد طيب الطماطم الآن المصريين
يسمونه الذهب الأحمر، بس بتقطعه زي ما كان في العهد، بيقطعوه وبيصدروه بسوق كاشف مفتوح بالنسبة للصين واليوروب، كل هذا صار في مرات الصالح بتاعنا ده التون المصنع محليا أغلى من المستورد، يعني كرتون و والله في أنا عندي معاصي الكورة العملية جدا تخوض في البنك وعشان يرجعوني عندي لكن والله معلش يا بروف، والله معلش كنا هنسافر فينا كتير، لا بروف اكسبو كتاب الساعة 11 ونص يعني، احنا اساسا اتاخرنا شديد في الكلية يعني، فبعتذر يا بروف. يوم الاثنين عندك محاضرة اساسا ولا الاحد يوم 24، ممكن تقول فيها كل كلامك اللي هنسافر يعني. شكرا تمام؟ جزيلا. الله يخليك، شكرا لك. بناخد بس سؤالين، سؤالين بس معلش ما هنكتب. اتفضل يا تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. مع الوقت يكون سببنا من الاول يعني. اول حاجه انا اشكر الاستاذ جعفر بقول له بارد زيت يعني موضوع بخصوص الأوراق الأربعة سنة كان لها اعتبار نماذج عملية الشتاء تقريبا يعني. فهي المحاضرة تتكلم كلام نظري الآن في نماذج عملية موجودة في كويس طبعا موضوع الجمعية في الجمعية التعاونية الصغيرة لأنه الناس كانت تفتح الجمعيات التعاونية بالسبيل تكون وضع لوبي شغله يعني في النهايه بيستفيد من مسؤوليته. السؤال الرئيسي عاوز اروح موضوع الزراعه الغربيه الفلسطيني. دي واحده من الحاجات المهمه جدا في توصيات الامم المتحده اللي هي الزراعه الغربيه. السودان زي ما احنا عارفين فقد 90% من الغابات من الخمسينات الى الان. يعني الغابات الان تمثل 10% فقط من الغابات اللي كانت في الخمسينات في 70 سنه. فاحنا عاوزين نرجع الاجروفورست او على الاقل نحافظ على الموجوده. فالاجروفورست واحد من التوصيات المهمه جدا انه لازم تكون زراعه غربيه. فانا ما اعرف الغابات ليش كانوا غابتين في الجزء. لكن السؤال هو حسب كلامه انه المساحه كانت 70% المساحه المزرعه في الطب الثاني 70%. احنا عاوزين نعرف العائد يعني يمكن دي حاجة تكون شوية مزعجة، لكن هل العايد مجزي؟ ما عندي ديتيلز ولا تفاصيل، لكن هل العايد مجزي عشان كل اللي يزرع موز ويزرع مهوغني ويزرع الاثنين مع بعض؟ هل العايد مجزي؟ هل الدولة بتاخد كم عشان تأجر الأرض والحاجات دي؟ هل في البايسكل الأرض 50 سنة 100 سنة؟
في مشاريع مشاركه هاي الدول. لا انا عمل جيت المشروع اول مره اشتغل، اذا كان عندي كم عرض عن تطوير المناخ كنت ابحث عن موضوع عن الفرص المالية هاي منشوره في الانترنت، فيا ريت بعدين تختاروا خلينا نطلع اكثر عن المشروع عشان نشوف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله الحين أستأجرهم. إنك خير من السجر. أنا قوي، أنا من أول حاجة بخسر انطباعات هؤلاء الناس. صراحة يعني إحنا كل ما نجي نسأل، كل ما نسمع محاضرة ونشوف الإنتاج نزيد ألم والله. أنا يمكن مزارعين على الجزيرة. طيب دكتور عائشة، أستاذ الإيمان عائشة، في هذا المستوى من التشييك والأعداد، أنا مهندس طبعا الإنتاج، معلش عشان ما اجي، لماذا لا نستفيد من الثانية؟ دائما المزارع هو الحلقة الضعيفة زي ما ذكر شيخنا بروفيسور جعفر. الثانية احنا للاسف بنجيب المناطق هنا، الشيخ ابراهيم المكي في التسيس ما تقدر تنزل الاخير، اول حاجه قالوا لنا 500 هنا منهم بنفس العلاج التجاري. يعني المواطن الاول المزارع للاسف يطمع بحق الفطور بس، وفي الدول السيدة العربية تقول لك خلاص ما عندك سوق اختيار، ما تغطي معاك انتاجنا اورجانيك بنديه فري، وبالتالي بتلحق المشكلة بتاع المناخ. ده واحد. المرة الثانية ما زالنا نستفيد يا جماعة من هذه السوق سواء المبيدات نحطها في مناطق الانتاج. وخدنا الاستاذ الدكتور سؤال برضه، اذا عندنا من الماتيريالز كلها موجودة اشجار تطلع لنا كراتين، طبعا البيبرز فروم ذا ديز، وعندكم المايكا الارض كلها قزاز، لماذا انا نجيب المصانع نتي؟ والسؤال الاخر يكون الشيخ فاروق جزاه الله خير، هذا الرجل العجيب برضه هو ده ممثل المزارعين، لكن مشى بصوره جميله، لماذا هذه الافكار الوزارات يمسكوها الناس القوي الامين؟ ليش احنا في هذا الغلو هذا؟ ليش ما القوي الامين زي الدكتور جعفر ده او يكون الشغلية المكي او البنات قاعدة تتصفى؟ لماذا يا جماعة كنت احنا انتم ملوك رؤساء دين بغض النظر عن الحزب، انتم ملوك يعني، لكن كمان احنا ما ندفع موارد تمشي تتمشى الدولة برا، احنا فقراء، احنا ما قاعدين نسال بس انا اتفرجت يبقى كده مزارعين. حدوث السنة هي شو فردي شخص تبرع ب 161، لماذا نستفيد احنا يا جماعة؟ لماذا احنا دائما النقطة الضعيفة هو المنتج؟ شكرا جزيلا. أنا ذكر الخير يعني الدكتور أنت برضه من التيم المضاف لهذا الناس. طبعا يا جماعة فرصة واحدة كتب خير، كلكم تكونوا خير، لكن كنتوا لا تكونوا خير. باشمهندس معي تفضل. أول حاجة أنا يعني سعيد جدا بهذه المحاضرات الأربعة، واشكر القائمين على الاعمال واولادنا وبناتنا دكتورات. هذه الاربع مواضيع يمكن فرضت زمان بدري جدا في شكل مشاريع. نحن في الوقت الحاضر خلال الفتره اللي احنا يعني كونسلتنت في السودان فقدنا اشياء كثيره جدا، ان شاء الله ربنا يعيد السودان كما كان حابين ومتعاونين. فقدنا ما في sustainability اللي تقدر تحتاجها accountability، ماذا طبعا لو حبيت انا اعقب كلمه عن كل موضوع ممكن. بالنسبه لتجسيد البصل كان مصنع كسر، كان مصنع المشكله البصل في كسر. نحن كنا بننتج في الفاو بصل بكميات معقوله شديد جدا، كل مزارع عنده فدان، وكان عندنا 800 مزارع يفلحونا 9000 فدان. في فترة ما كنا عارفين لحد سنة 85 ما عارفين نوجه المحصول وين، مشان يا فتى نحن نكتب البصل. قال انا العلمية ما قادر ارحم. وقت يوسي سستنويني في بالنسبة لي دام طبعا بالنسبه للتعليف التقليف والتعديلات في بدر في الماء بعثنا وزاره الصحه
اخونا مأمون ضوء البيت، بروفيسور مأمون ضوء البيت، على اساس انه نحن نرفع من القيمه المضافه للمنتجات البستانيه في مجال التحليه. وكان في ورك شوب الوقت ده، انا كنت شغال يعني عامل يومي في داخل الوزاره. يعني انا كنت مستشار في الصومعه وين 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 في العالم العربي وبتاع، لكن في وقت ما انا ما قدرت اوظفهم تحتي، ومشيت بعمل لهم في لاند سكيب ومعارف هنا وهناك بحكم المعرفه يعني. فجيت قال لي تعال تبقى شكلت جزء من التيم، وجيت الصراحه يعني لا كلامي anyway. يعني التوصية كانت أنه في مصنع بتاع الكرتون عشان التقليد والتعبئة وكده، يوفر قال بديكم أي حاجة تبدوها بعيدنا في مصنع بالنسبة للإنجليزي ستارت ده مجان. طلعنا بالتوصية والمعارف وعرفنا الشغلانة وبتاع ويو نو أنه دكتور يافا بيتكلم عن الطماطم، الطماطم المفروشة عندنا في التطويرات تحت العربات. بنتي شغاله في التو سيفتي، قالت او بتنقل في التو سيفتي في الجامعه، قالت لي يا ابوي لقينا الفول اللي بنشوف في المطارات بتاعت هناك 2 ار سي. يو نو وات 2 ار سي؟ من الاوانم يعني انا كنت سوري يعني انا اعتذرت لكم. تطوير الغابات الدكتور فاروق ان شاء الله ربنا يديك العافيه، وهذا برنامج وانا ما ذكر ان شاء الله اهلا في سيجا رسلتنا للجيران من ده، وعملنا مزرعه واهل هناك وبدوا ينتجوه بتاع. وانا الوقت ده كنت شغال في المنظمات العالميه في منطقه وصرف الدبازين لحد حدود الحبشه، بقشيته ومشينا هناك وقفلته بيت نعرف جميل جدا حتى صورة منه، لكن يا ريت أكون جبت. وشكرا على الأسرة جماعي وسمير العابد أخي رحمة الله رأي الزميلين عليه رحمة الله وبركاته. شكرا. من الأمير وكثر خيركم، وهذا مجهود كبير جدا منكم، مشكورين عليه، وإن شاء الله يعني جزاكم عند الله خير. شكرا شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، الله يبارك. بس مهندس معين بس لو سمحتوا بس اختصروا الأسئلة، يعني ما تحاولوا تعيدوا الكلام. هاي قريب المايك. شكرا جزيلا، شكرا للحاضرين. بالنسبه للمنتج اللي قدمه فاروق، انا بسال في وسط الاستدامه الذكور كان المساحه المتاحه 5% للمرمي و10% للقطن، لكن ما بقي منه المساحه المزروعه كانت في المشروع بتاعه. الشيء الثاني المدة الزمنية، مدة المشروع كانت بداية 300 سنة، السنة هي كانت سنين، الآن في صراعات دائمة، مدة المشروع. الشيء الثالث تجربة، هل هي حصلت تجربة يتيمة؟ ولا هي تجربة يمكن تطويرها وتعميمها. شكرا جزيلا. السؤال الثاني،
بسم الله الرحمن الرحيم، بدون إطالة الشكر للجميع وإن شاء الله ربنا يوفقكم ويخلصوا على المحتوى. أنا كل ما حصلت حاجة كل هذه الأشياء لازم تكون متسقة مع القوانين بتاعت البلد، لأن كل المعوقات أحيانا بتكون في الشكل القانوني. إذا كانت لابد من يكون في بعض المراجعات، يعني بس كل لون من سند التجارب بتاعته يقول أنا لقيت بعض التعقيدات في القطاع العام القطاع الحكومي. يبقى هذه القوانين اذا انت اصلا انت قاعد تمشي لقدام لابد من تغير كل هذه القوانين، كل هذه ان كان بتاع تشجيع الاستثمار، ان كان بتاع الزراعه، ان كان بتاع الغابات، ان كان بتاع الصابر، كيف هو يتسق مع الشكل الاستثماري ومع الناس. لانه هي حقيقه الاستراتيجيه ذاتها اذا تكلم عنها السيد الدكتور هي محتاجه الى هذه القوانين تطوع لشكل البلد عشان هي تكون احسن انتاجيه والناس تستفيد منها. اذا القوانين كانت جامده يعني احيانا استاذ فاروق يعني قال هو اصطدم بالقوانين، يبقى هي وهو كان بيزعل من 2000 لحد ما وصل يتطلع زمن طويل بحكم هو بيحاول يحل المساله. دي واحده من الاشياء اللي احنا لابد ان احنا نطبق حواراتنا الدائره دي كلها قد تتوقف لك في الشكل القانوني. احيانا قد تجد شخص موظف صغير في الطرابيزه عشان الناس الثقافات القديمة المختلفة في الفلسفة بتاعتنا القديمة بالشكل التقليدي اللي احنا الآن انتقلنا للحداثة. الحداثة دي عشان احنا بنشتغل فيها لابد من تكون فيها في ستيبس انك تشيل العقلية بتاعتنا القديمة اللي احنا كنا بنتعاون فيها، اللي انت هتستعمل التكنولوجيا في شغلك سواء كانت بتستعمل الشكل اليدوي المنوي عشان انت تعمل فيها كده لابد من الاعلام مستصعب بالمناسبه. اذا اصلا انت تجري لاي عمل استصعب وضع عمليه فوكس عشان انت كل المعوضات دي انت تتخزنها. انا لا والله قلت لك لا تسالي جدا اقوم بين القانونين واستفدت كثير جدا جدا، وان شاء الله يعني اذا في كانت الادوات زي دي تكون على الدعوه بتاعتكم على النقاط راسك في ناس كثيرين حيجوا وحيستفيدوا وحيجوا بيتموا ونحن إن شاء الله سنحل حاجة بالنسبة للشيخ عبد السلام. نحن قلنا له إذا تطرقتم للشيخ صغير الشيخ بتاع المنظمات المالية لابد يكون فيه بطل شيء لا يتوقف جزء الناس بيكون محافظات هذا مقصود يموت بالشيخ بتاع 10 15 من البدايات ده هو بيزيد لأن أسف الشيخ استولى من دبي هو أغلبية القص بتاعه في السودان. هي دي برضه دايره ناس يقعدوا يشوفوا هذه يحلوا لسه هذه الاشياء ليه احنا منتج تكون اغلى حتى ما بنقدر عشان يحصل خوف من شاكر المقدم من الاخوه القنواة ربنا يحفظكم. شكرا لكم جميعا. حمدت بيك الاستاذ فاروق حاجه يجاوب على الاسئله تقريبا كل الاسئله. طيب شكرا جزيلا. انا سعيد جدا مداخلتك وممكن تكون مداخلة سرة ومداخلة قيمة. أنا يعني عشان ما أطول على الناس وأختصر في الزمن، أنت سألت عن نتائج التجربة أو العائد بتاعها. كويس، التجربة هي كانت في 70 فدان على ناس الغابات، كانت في التجربة المساحة كانت تقريبا يمكن 250 فدان، يعني كانوا يقسموها النص على 60 فدان كتجربة، يعني بعد ذلك إذا نجحت يجيبوها تعمر التجربة. بعد سنة من التجربة دي يعني الصورة دي اللي أنا قدمتها صراحة بسيطة وصراحة شيء على مدار قياسي قدمت برزنتيشن كان في جامعة الخرطوم وغيروا التجربة، فقدمت إحصائيات العائد بتاع الصادر من المسألة دي فكانت العائدات عالية جدا، وقدمت عن العائد المادي وللأسف الشديد هاجمني مدير الاستثمار بتاع الرغبات بأنه الإيشو بتاع الرغبات ما العائد المادي أو ما العائد صافرات. احنا الهدف بتاعنا الايشو بتاعنا البيئه هو الهدف البيئي، ف
فانا كان رتبي له انه الهدف الفيه ذاته هو داير معينات، داير ماده عشان تحقق بقى الهدف الفيه، اللي هي ال 5% او ال 10% سال منها، سالت مني انت تقريبا مره، هو نايف ممكن يكون الاجابه للاثنين. هم ناس الغابات عندهم 10% خصوصا لهم من القطاع المطري، يعني اي الف فدان بتاعت شخص فيها 100 فدان منها تابع عليها، تابع للغابات في قطاع شجري. للأسف الشديد هم ما قادرين يزرعوا على 10% أو المزارعين هم بيتعدوا عليها. بعد ذلك بتبقى مشكلتين، إنه كيف يزرعوها؟ محتاجين لمال يعني عشان يجمعوها في مساحات واحدة يزرعوها، محتاجين لقروش. الفكرة كانت إنه إحنا نزرع الجروب النيلية دي، أول حاجة نحقق منها الهدف البيئي يعني بطريقة مباشرة، إنه الموز هو ما يعني الإنتاج الأورجانيك ممكن يكون في المنطقة دي. يعني احنا ممكن ناكل اطفالنا منتجات عضويه ومنتجات ناتشرال، منتجات طبيعيه، فده محصل نهائي للبيئه. وعلى العائد المادي ممكن احنا نشيل القروش بتاعت الزراعه في الجروب النيلي، نزرع فيها ال 10% مخصصه في القطاع المطري و5% ايضا مخصصه في القطاع المروي. فدي كانت الفكره، انه يعني الناس توزع في زراعه الموز، الجروب النيليه والمانجا برضه، والمانجا تعتبر كشجره غابيه، ما للقطاع الخاص. شجره المانجا تعاون معاها كشجره غابيه، والعائد فيه بتاع اكبر من شجره الخصوبة. فمن التجربه يعني احنا استمرنا دراسات انه العائد فيه اكبر من شجره المانجا، وشجره المانجا دي تكون تابعه للغابات. وانا يعني ما لقيت فرصه انه احنا قلنا يعني على السنه هم ما فيها ممكن يديروا أشجار فستانية، فقلنا يعني هم يقدموها في شكل عطاءات سنوية، والمحصل بتاعتها يعني الناس بيجي تقدم العطاءات دي بتفيز العطاءات، هم ما عليهم إلا إنه يشيلوا شيكات وكده، حتدفع مبالغ عالية جدا، لأنه يكون في تنافس يعني بين المقدمين العطاءات اللي هم يكونوا مصدرين أو تجار بتاع المنطقة. ف يشيلوا القروش بتاعت المنطقة العائد السنوي ده، يشيلوه ويحولوه للمساحات او اعمار الكرب اللي هو الاراضي اللي ممكن تكون. الحاجه المهمه انه يعني زراعه الموز تنجح في الطرق الطينيه لمشاكل ميكانيكيه يعني، فلازم احنا نلقى خيارات افضل. السلط ممكن يكون في التربه الطينيه السوداء، لكن الموز ما بينجح في التربه الطينيه السوداء لانها فيها مشاكل ميكانيكيه، مشكله بتاعت التشقق خصوصا بتاع الارض ده، لان جذور الموز عباره عن ماء وتماسك، فالموز ما بينجح، لكن السلط بينجح في اي ارض. فاحنا كنا دايرين انه الظروف المادية الناس تستفيد منها في زراعة فستانية، والعائد بتاعها يمشي شكرا أستاذ عائشة، سؤال شكرا جزيلا. أصلا المشروع مثل الأستاذ سلماني إنه هو أساسا كان بدأ من السفارة اليابانية بتوزيع البسلة في نهر النيل. دي كانت استهدفت المنتجين في مناطق متعددة من كسلة ونهر النيل في مناطق الإنتاج تحت البصل، لأنه أساسا كان الغرض الأساسي منه تغيير الهدر بتاع البصل في مواسم الإنتاج. المشروع هو عبارة عن بايلوت بروجكت عشان يشوفوا يدرسوا فيه كل النواحي، سواء كانت اقتصاديا اجتماعيا ومن ناحية التكاليف برضه، تكاليف الكهرباء ذكرها جعفر، اللي هو بحث الاستهلاك بتاع الكهرباء بتاعه قليل جدا. صح ان احنا بنعاني من تزمت الكهرباء وغيره، ودي فعلا بتخلق بعض المشاكل. فكان اصلا القرار الثاني من المشروع ان التعاون مع القطاع الخاص في انتاج مجففات من السودان وصناعات محليه، بحيث انها تتوزع للمزارعين باسعار بتكون رخيصه جدا، اللي هي زي كانت تعاون بين جايكا وتالي صناعيه. فكانت دي الفكره بتاعتهم في الشقه الثانيه من المشروع، ولكن للاسف يعني مر بها السودان من 2019 لحد الان، هو وقف كثير من نشاطات المشروع. شكرا. شكرا جزيلا، شكرا على صبركم، شكرا على مداخلاتكم، شكرا على حضوركم، شكرا على اسراءكم لنا للندوات بتاعتنا، جزاكم الله خير. وشكرا للمقدمين الاوراق. بروف جعفر، عندك ورقه يوم اندهت ممكن تقول فيها كل الكلام اللي انت عايز تقوله عن المشاكل بتاعتنا. والله صراحة احنا ما عايزين نتكلم عن مشاكل، احنا عايزين نقود حلول، وعايزين نقود بس حلين حلين الناس تشتغل عليه بس.
نعمل الناس بتاعتنا مش عارف. شكرا لكم كتير، جزاكم الله خير، ونلتقي في الحلقات الجايه ان شاء الله.